يزعلنا. يا عبدولة تونسية تونسية معك ربي ونجي. ألف مبروك. عنا مديدة على الجو هذا والله. عنا مديدة به من 21 جمعة اليوم 7 جويليا وضرب وقت مخبين والعلامات مخبين. دونك اليوم تجبدوا بعد مقابلة هيتشكوكية معناها عشنا فيها كل شيء. خرجنا برشا أضرار أنا شخصيا إيديا وساقيا وخالد مرياته والدكتور ضرب راسه في الحيط غادي معناها أضرار كبيرة ولكن مش يعرفوا قديش نحبوه وقديش نعيشوا معاهم. وقت اللي وصلوا انت جاوا يفرحوا العباد نكونوا معاهم. وقت اللي بلوا المريول احمر ولا ابيض ولكن مهما يكون بلوا المريول راهو اللي عاشته تونس. هلا النص ساعه هذه ولا الساعه غير ربعه هذه يظهر لي عنا سنوات وسنوات المواطن التونسي العادي ما عاشش هل الاحساس هذايا نتاع يحس روحه تونسي فعلا بفضل شنو هو خالد كوره. ما يبي خلينا نقدموا ساعه اليوم تكون معنا متر طبعا فتحي المولدي كابتن خالد حسني لا كابتن منصر لوحيسي سفيان الفقيه مرحبا بك جوهر المناري هلا جوهر وصدق قحبيش هيك العاده ناخذ الانطباعات الأولية طبعا بعد كما قال الأستاذ المباراة الهيتشكوكية هذه اللي سجلنا فيها زوز أهداف في الحقيقة صحيح. واحد لينا وواحد ضدنا صحيح قلبنا كبير نقول مبروك للمنتخب حقيقة الملاعبية ايزون بري كونسيونس وكلامهم الكل تصاريحهم الكل قالوا وعدونا باش يقوموا بمباراة معناها بطولية وهذا اللي صار بالرغم معناها الاشكالات اللي تعدينا بها في المباراة معناها كنا متأهلين بعد كذا بعد ولينا عندنا برولونغاسيون يفو دي لا فيريتي راه مش سهل تكون متأهل وبعد تودنكو تلقى برولونغاسيون وتلقى معاش عندك اتاك انا شو اذا حاجه تدل ان 30 دقيقه لعبناها 30 دقيقه هذيك نجم نقولوا لخصوا كل شيء قوه الشخصيه ثقه في النفس ثقة في المجموعة ولو عندي ملاحظة بعد على الحارس ولكن ضربات الترجيح وقتها تشوف اللي الصلابة المعنوية تاع اللاعبين والثقة في نفسه برافو 5 سير 5 وانت الحاجة الأولى ساعة من لونتام الدرجين ربع ساعة الأولى شفنا الملاعبين كونسنتري كونسيرني في اللعبة في الجويل في معنا برشا ماريناش لاعبين المنتخب حاضرين في الجويل في الامباكت فيزيك حتى يوسف المساكني معناها شفته عملت 3-4 فوت في العشرة دقائق الأولانيين معناه يوريك اللي تادي سبري اليوم كان مغاير تحسن برشا اللي تادي سبري ملاعبية في وسط الماتش بعد مونتالمو معناه الرياكسيون مش سيارة تقبل بوندو دقيقة 91 معناه ذبحة صعيب برشا بعد ما انت قلبت الفريق الكل معناه بعد في أبار لاسبي مونتال معناه في الركلات الترجيح الاكزيكيوسيون تكنيك معناه تكنيك ما الحقيقة معناها الخوم لي 5 تيرور سور لو بلان تكنيك نحكي يعني كيفاش صور مباشرة من مصر من أمام الملعب أعطيونا صوت كان عندكم صوت ولا كان ثم صوت أعطيونا صوت إيه في الـ أبار الـ ها؟ أبار المونتال نتاع الملاعبية تكنيك مو معناها تكنيك مو ضربات الجزاء في الاكزيكيوشن تكنيك سيتي بارفي الخمسة معناها كاليتي فريمون سيتي بارفي في الاكزيكيوشن طيبه خويا رازي اول حاجه مبروك خلينا كالجواب اللي من مصر حتى احنا عندنا جمهور راهو لهنا زاده في الاستوديو راهو لازم يرد عليه ما يرد هاي بار
هذا في هنا برز الحاجه. مبروك لتونس على الانتصار هذا. انا نعتبره انتصار معنوي كبير برشا، خاصه بعد النكسات، قولوا نكسات في الثلاثه مباريات الاخرانيه. حسب راي المنتخب التونسي اليوم قدم مقابله من ناحيه مونتالمون معناها فيزيكمون ذهنيه قويه، معناها قدم مقابله ممتازه جدا معناها، وهذا باش يخليه باش يعطيه شحنه معنويه للمباريات القادمه ان شاء الله ان شاء الله. جوهره هو كما قال سفيان، يظن بعد ثلاثه مقابلات عديت عليك انت هكا لحظات كما هذه بطبيعه الحال بطبيعه الحال بيناتيات تذكروا كوب دافريك 2004 في مصر 2006 ومصر 2006 وقتها ربحنا نيجيريا للنهائي في مصر 2006 دور ربع النهائي ما كانش معنا الحظ ضد نفس المنافس النيجيري. لكن نرجع للمقابله نتاع اليوم، كما قلت لك رازي بعد ثلاثه مقابلات ما كانش المنتخب في المستوى، لكن المقابلات اللي كانوا تلعبوا قبلنا المنتخب المغربي، خروج المنتخب المغربي اللي كان من الاوائل اللي كانوا ممكن مرشحين باش يفوزوا كاس افريقيا، المنتخب المصري مستضيف كاس افريقيا هذه يخرج من مصر بالذات وتونس في الربع النهائي تونس معناتها للدرجه الثانيه، معناها نقول واحد ترشحنا في المرتبه الثانيه كانوا معناها تونس حاسبينها المنتخب الغاني اللي كان زاد هو مرشح باش يفوز كاس افريقيا هذه، نقدموا مقابله كبيره خاطر اللاعبين كل كي حاسين بالمسؤوليه، يظن كإطار فني كلاعبين كإداره قاموا بمجهودات كبيره برشا في المقابله هذه. الحمد لله قدمنا مستوى طيب، ان شاء الله نشوفوا التاكيد في ربع النهائي ان شاء الله. هادي اوكي والله شو نقول لك، نشوه كبيره الحقيقه، معناها مع الاستاذ معناها عشنا المباراه بصفه مجنونه، معناها الحقيقه تعدينا بر الحالات الكل، تولي زيتات عدينا منهم من الفرحه من النشوه بعدك الرهبه تاع الشوط الاولاني شويه هكا وقت اللي نزلوا علينا وكره على البار وكل شيء، الشوط الثاني طلعنا بالكدا وكنا خير وسجلنا وماشيين على رواحنا، معناها قاصين تسكرنا وماشيين للربع النهائي، وصار مالونتوندو صار سبحان الله صاريف في الكوره. بعد الحقيقه اكثر المتفائلين ما كانش يعطي لتونس شانس كبيره الحقيقه، خاطر الكوره عكستنا نقولوا فهمتني. 114 جوردان ايو وحده في السيمتر لفت الاستاذ ومنصر قلت له مادام ضيعها هذه ما عادش نخسر كوره، معناها هذيك هي لعبنا وقفنا كنا معناها تري بيان بلاسي، كان عندنا انضباط معناها كبير برشا مع منتخب وسي تكنيك، لازم نخليه كيلكوز اسباس كيلكوز اوكازيون عادي جدا، جاونا الفرص حاجه باهيه كي نزلنا ماركينا في الوقت طونفور نتاعنا احنا، الحمد لله وصلنا ضربات جزاء بور اون فوا، برافو للاطار الفني اللي نجح براتيكمون. بون الاطار الفني اليوم رينا حاجه سورتو البينالتي حاجه ما ريناهاش حاجه ما رينا امير حاضر كان حاضر امير نمشي له بالطبيعه ديما الاسبقيه عندهم في مصر. لا امير راه امير راه لا يا خاولنا مرحبا بك رازي ومرحبا بكل الحضور ومبروك لتونس الترشح لربع النهائي بعد كل الكلام والحديث والانتقادات للمنتخب هذايا وصعوبه اللقاء ذول اليوم، ثم فئه من الجمهور التونسي قعد من الاخر وتنقل اليوم للاسماعيليه واجواء كبيره هوني خارج الاستاد، حابين ناخذوا شويه اراء الجماهير هذايا اللي تنقلت مع المنتخب التونسي للاسماعيليه بذول فرحه كبيره اليوم مالغري جيت بصعوبه معك. الحمد لله الحمد لله، المهم ترشحنا وفرحنا تونس كله كل الجاليه التونسيه في مصر، الحمد لله ان شاء الله تونس ماشي لقدام وان شاء الله النهائي مع الجزائر ان شاء الله يكون نهائي عربي عربي ونفرح كل التوانسه وتونس الكل فرحانه والحمد لله، والاخوه الجزائريين شجعونا اليوم وكل وفرحين فرحين كل شكون من جا شجعنا وانا اليوم والحمد لله تحيه تونس ان شاء الله ديما تونس الفوق مدام يظلي ماتش كده صعيب لكن نرينا روح اليوم حتى دقيقه 120 لا هو صعيب ما لعب ولعب وبرافو على اولاد بلادي سناء وبونت فك كريم ودبل خطر ربحنا يا كريم وبونت في العباد الكل اللي نقدت تونس ربحنا على عينيكم ربحنا 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 رازي هذا الجماهير الجزائريه كانت حاضره بقوه اليوم كانت حاضره بقوه معنا يظلي التونس والجزائر ممثلين للمنتخبات العربيه في الربع النهائي جينا سيبور السلام عليكم جينا سيبورتينا تونس قلبوا رب معاهم من جينا احنا نعيطوا فريمون فرحونا يعطيهم الصحه وان شاء الله ان شاء الله نطيحوا الجزائر مع تونس جمهور اخر معناها الجزائر لحظه سامحوني انا نحب نقدم تحيه خاصه من تونس للجزائر خواتنا الجزائريه وقفوا معانا شجعونا 1 2 3 فيفا الجزائر راضي الفرحه خارجه على السيطره يظهر لي وينو امير وينو امير
يا بيه يا برا يا مسيلس مديما فرحة مديما فرحة مسيلس مسيلس نرجع مرة أخرى الأمير. أمير نرجع لك مرة أخرى. تكون معك. سيا اليوم في الإسماعيلية ومحب جزيري أصر على الحضور معنا كان حاضر في لقاء تونس إنجلترا 98 في مارسيليا يظل. أوكي أنا حملاوي اللي تعرفوني به. حكايتي مع الإنجليز أوكي. واش نقول لك؟ نقول لك أنا والأصدقاء جزائريين جينا شجعنا تونس ويا تحية تونس وتحية تونس وتحية لكل الشعب التونسي كي نقول لك الرياضة تحية الشعب التونسي وإن شاء الله نتمنى الجزائر تونس في النهاية. هذه نربحوكم إن شاء الله. معليش أنا خاوة إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مربوحه الشعب يريد ان شاء الله مربوحه انا سيدي يا نمشيو اذا نرجعوا للبلاتول يعني هذاك الحملاوي عديناه وقتها في الكوب دافريك تاع فين هذيك اللي صارت في غينيا الاستوائيه هذول اللي صار في 2015 وقتها خذيناه في المباشر هو عملنا عليه ريبورتاج هذاك وقتها في 98 صارت العركة بين تويسا والإنجليز هو ضرب برشا إنجليز وتوقف شد 6 أشهر حبس قال على خاطر ضربوا تونس خاطر ما حملش كيفاش ضربوا تونس لاحوه في القاعة على كل حال قلت الحاجة جديدة اليوم اللي ريناها ما عرفش كان عندنا شوية صور من بعد اللي كونه اليوم رينا لأول مرة أنه الإطار الفني يحكي مع بعض بساعة اليوم رينا جيريس يحكي مع الكنزاري رينا جيريس يحكي مع بن بلقاسم بن بلقاسم قام معناه يحكي مع جيريس كنزاري قام يعطي شوية تعليمات بعد ريناهم رينا شانجمون تاع غارديان تصور كونه ربما القصراوي هو اللي فرض شانجمون تاع غارديان ما تصورش كان معناها هو المباشر هو المباشر فما تحسن في العلاقه بين معناها المدرب والمساعدين تاعو لا فما تحسن في كل شيء ما يلزموش انا ماذا بيا للاعبيه والاطار الفني والمسؤولين ما يقولوش جاوبنا المشككين لانه العباره سمعتها برشا لأن وقت اللي تحدثنا في الإعلام والإعلام بصفة عامة تحدثنا بصورة موضوعية وقلنا راهو الأمور مش باهية وبإقرارهم هما الكل راهو مش هذا وجهنا ما عديناش وتوا باش نوريكم الوجه الصحيح دونك حتى المشككين بين ظفرين ساعدوا باش تعاود ترجع العلاقة وتعاود ترجع اللحمة دونك الإعلام أيضا ساعد برشا الفريق الوطني أكيد بالنقد نتاعو لأنه سامحني مش يحبوا الفريق الوطني اكثر من احنا ولا اكثر من الجمهور اللي حاضر هوني ولا اكثر من التونس دونك كنا يد واحده هاي الصوره هذه بلا شفيق ارجع لها شويه اللي كان نجم ترجع نتاع الكنزاري وجيريس صور هي معناها عاديه ولكن نجم نقول هي عاديه لكن في الظرف هذا تولي رمزيه وليت صور معناها عندها برشا رمزيه عندها قيمه وعندها برشا رمزيه وصحيح انه الكلام اللي تقال الكل من الناس الكل عاون 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 مش كل واحد يفهم الدور نتاعو واحنا حتى جيريس فهم اللي راهو معناها ما عندوش خيار انه لازم يتعامل مع الاطار الفني بايجاز في الاستوديو الفايت قلنا الراحه بين المباراه هذه ومباراه غينيا ان شاء الله يصير ترتيب البيت من كل النواحي واحسن حاجه عملتها تونس هو استغلال هذا الوقت لترتيب البيت ومعناها عملوا رجعوا العلاقات حتى وقت نتكلموا احنا يا ماتر على الملاعبيه معناها يلزمهم يكونوا يتكاملوا في التيران حتى راهو ستاف تكنيك يلزمو كومبليمونتير ويلزمو يكون فما وفاء ولا الى المدرب الرقم واحد خليه يقولوا بصراحه يلزم كل واحد هذا يعرف مكانه صحيح اليوم صار فيه معناها كومون ديريج معناها اخذ وعطاء انسجام كبير ولكن صحيح زاد ايضا وقت انا باش نعطي فكرتي ارغومونتي دونك باقي تجي للمدرب تبقى لو سمحت ريت في الحفله هذه الكل في الفرحه هذه الكل هنا عندي لوم كبير وكبير جدا على الحارس معز احسن معز حسن معز حسن معز حسين يا معز تو كنت المثال وقت قالك المدرب بدلك نبدلك فيه ومعناها وصار التبديل صحيح 100% هو اللي اهل المنتخب التونسي الى الربع النهائي معناها ما يلزمكش تعمل انت معناها ايش معناتها معناها ما عندكش ثقه في صاحبك اللي مش يدخل واحنا
المنتخب كابتن كابتن شو انت تفسرها ما عندوش ثقه وثما ناس يفسروها يقول لك هو حب معناها مش كيف كيف هذيك فما مدرب معناها عنده ليه نعرف نعرف فما هو اسمع فما مدرب حط روحك في بلاست ملاعب فما مدرب يحب يجيب هو كاليفيكاسيون وهي بيجيب هو ترى لا 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 يا 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 صادق يا صادق هذا رايي هذا رايي يزمو يحترم المجموعه والمنتخب عنده مزيه كبيره وكبيره جدا على هذا الحارس يعيشك من فضلك يزمو يطلب السماح من الناس الكل وخاصة من فاروق بن مصري باه منصار عادي تعليق عالستاف على الجو الجديد صفة عام سي نورمال يا اخي الناس كل عندها فرد اوبجيكتيف كان اونترينور وستاف تكنيك معناها الناس كل ما هيش فرد سونس هذا عادي معناها سي نورمال باش يكون فما راب سي يكون فما نحكيو مع بعضنا نتناقشوا المدرب مش يشوف كل شيء سي لوي كي ديسيد اون ديرني صحيح اما عادي باش اما فما حاجه فما قلت لك الدرجين الاولانيين شوف لي تادي سبري واحد اخر فما كلام صار فما ديسكور فما كوميونيكاسيون صار حبش اعطيك حاجه لي دو سونترو مريح وديلان في ثلاثه ماتشات الاولانيين يابي با دو كومبليمونتاريتي اليوم برشا كوميونيكاسيون معناها لي ديفونسور سونترو كان ما فماش كوميونيكاسيون سورتو لي دو سونترو كي يلعبوا مع بعضهم كان ما يحكيوش مع بعضهم وماركاج وخذ ما تنجمش تلعب اليوم شفنا برشا كوميونيكاسيون ما بين لي دو سونترو شفنا الناس كل كونسيرني شفنا ايكيب بلوز ايكيليبري اليوم الحقيقه معناها شفنا ناس صخيري قدام الديفونس فرجاني في بلاستو خاطر كل واحد لعب في المركز بلوز ايكيليب معناها ايكيب اكثر ايكيليب بلاش تفلسف نحب نرجع حاجه قلنا في ليميسيون الاخرى قلت لك الملاعبين هذوما قادرين باش يعملوا ما خير سيتي لا كيستيون اسكو نجموا يعملوا ما خير واليوم ايزون بروفي لعبوا بلوز وموا ومن زمان نقول لك حاجه نجموا يعملوا خير زاده من هكا مي لعبوا بلوز وموا في نيفو نتاعهم قريب للنيفو نتاعهم شفناهم في المقابلات الاولانيين ماهمش في النيفو نتاعهم اللي صار في الاربع خمس ايام هذوما سي سور برشا كلام برشا كوميونيكاسيون اونتر ملاعبيه اونتر ستاف ملاعبيه اليوم شفنا ايكيب معناها فريق معناها كومبورتمون نحكي على تا ديسبري ابار الكوره وكيفاش شفنا ايكيب شفنا ناس تلعب مع بعضها ناس تجري مع بعضها ناس فما بلوس دو سوليداريتي كي سو ديجاج في الماتش نتاع اليوم معناها في لي زانتونسيون في لي زانتونسيون كنا خير ومره اخرى نرجع راهو سور لو بلون سيكولوجيك ماهوش ساهل باش تقبل بونتو وحاجه اخرى الشوا نتاع لي تيرور ياسين مريح ضايع بينالتي اخر مره يفوت سوليد مونتالمون باش يمشي اليوم يهز كاتريام يظهر لي هو شات فرجاني سانكيم خزري معناها ما ترانيش وبرومي تيرور فما ديسين اليوم نتاع دي بتي ديتاي نتاع اونفي نتاع ملاعبيه فريمون حبوا يجيبوا الماتش به على كل حال احنا مانيش باش نكبروا برشا راهو الانجاز هذايا باش نردوا روحنا هزينا ربح به هو معناها مقارنه بالشيء اللي ريناه في المباراه تفرهيده وتنفيذ اليوم تفرهدنا شويه برغم اللي مازلنا ما ربحناش حتى مباراه الى حد الان معناها ترشحنا بالضربات لكن الى حد الان تونس ترشحت ومازالت ما ربحت حتى مباراه لكن الحمد لله ترشحنا لدور الربع نهائي ماشي ان شاء الله نقولوا في الثنيه الباهيه نتواصل بعد هذا الفصل ما شب نهيج ومحليه نهير هكاكا وضربتني شميسة نقصت الأول حوينيتا موت ولا تفيفيحة وليت خديت خويخة جيت تحت حوايط وعملت جغيمة نحل نسمع التشتيشة سكرت الببيزة رميتها في السوايك وكملت الدوليشة إيش خير من هالعيشة ديليو اتفرشيك الخفيفة فرصتك ما تفلتهاش اعمل انسكري على بونتو 1x2 وفوق الربح يزيد الربح 300% بونوس على اول غشاش شنو ينجم يكون كسيس نانا كسيس نانا صارت لي كسيس كسياسة تيجين جول في الريال تليفوني قربة ما زلت كيخرج كسيس
اختراق بالكاسيت. كاسيس النعناع هو بنة الكاسيس وتفرشيكة النعناع في دنب كاسيس نوت جديد. ميكس هبال وما يجيش عالبال. المنتخب اليوم بدا نجم نقولوا بتشكيله صحيحه في معناها كي حطينا الملاعبيه في بلايصهم كي ما تفلسفناش برشا كي كل واحد خليناه في المركز اللي هو يرتاح فيه لقينا فريق متوازن لعب ضد منتخب غاني اللي ماهوش سهل منتخب غاني نعرفوه اللي ربما كنا ضيعنا احنا فرص في الشوط الاول زاد كيف كيف كان ربما قوي برشا من ناحية الهجومية المنتخب الغاني لكن دفاعيا رينا معناها انه كان عنده معناها ضعيف شوية على المستوى الدفاعي يعني حسب رايك شنو اللي خلى انه اليوم بالتحديد معناها بعد ثلاثة مباريات باش وصلنا ولينا رينا شوية التشكيلة اللي نجموا نعملوا عليها معناها في بقية المباريات ما تراش أن خسرنا معناها دور أول كامل ولعبنا بالنار معناها بين الظفرين خسرنا دور أول صحيح لكن الحمد لله ديما نقعد ونرجع الجمعة الثانية نقولوا الحمد لله ترشحنا ضد موريتانيا خاطر كنا خارجين الحقيقة عدينا شوط ثاني سيء وسيء الغاية وحتى الشوط الأولاني كنا نخسره لكن كراء الإطار الفني اللي كونه الفريق الغاني معناها فريق متوازن جدا وعنده قوة هجومية كبيرة برشا معناه يدافع بسبعة يهاجم سامحني بسبعة لاعبين لاعبين على الأطراف يطلعوا بارتي يزيد حتى وكازو يزيد دونك زاد اللاعب الثالث في وسط الميدان أعطانا برشا إكيليبر اللاعب الثالث ورجع كل واحد لبلاصته سخيري في حياته كاملة عنده أكثر من أربع خمس سنين في لونيفو توا يلعب سنتينيل قدام الديفونس وحتى معاه بيان سور فرجاني معناها بور بروفيتي بك التوش تكنيك وك المهارات الفنية نتاعو وغيلان إلفي معناها لسوي كلاس دونك عاد اليوم اللاعبين يلعبوا القدام زاد عاونونا برشا من الاول رينا بدري كان من احسن اللاعبين في الشوط الاولاني عاون برشا كشريده بابا رحمن اللي هو مدافع ايسر اما احسن اسيست مان معناها يعطي تمريرات معناها اللي توصل الاهداف براتيكمون ما وصلناش معناها للمناطق نتاعنا والقدام ما نجموش نطلبوا رازي من جمعيه فما بلان دو جو معناها فما بلان دو ماتش بلان دو ماتش نتاع الاطار الفني نتاعنا كان كيما حكينا في ليزيميسيون السابقه اي سورتو البارح باش ما نقبلوش بونتو من الاول باش نقعدوا متوازنين باش نقعدوا قراب لبعضنا باش نعاونوا بعضنا باش يكون فما لحمه فما سوليداريتي باش يقربوا جوارات لبعضهم باش نقللوا المساحات الماكسيموم باش ما ناكلوش بونتو بلغه الكره ومن بعد دوزيام ميتون رينا الفرق اللي سكرت بالكدا بريمير ميتون كيما لبنا كيما سورتو لافريك دو سود معناها مباراه جنوب افريقيا مباراه متميزه جدا ضد مصر في الشوط الثاني باش تلقى المساحات لا بروف لقينا مساحات وانا دوميني لو جو احنا معناتها تحكمنا في مجريات اللعب وجاونا ثلاثه فرص في 10 دقائق على اثرهم ماركينا الهدف نتاعنا على اثر هجمه عاودناها ثلاثه ولا اربع مرات ودوير كشريده وقتها كانت اول مرات اللي طلع نرجعوا لموضوعنا خسرنا شويه معناها في الاخر عادي جدا فك الدرجين الاخرانيين اي مدرب يخمم باش يضمن نقولوا احنا بلغه الكوره وعندنا ديكران بول خنيسي وكل شيء مشيت المباراة كيكا لقينا الرسم اللي حاشنا به من هنا فصاعدا مش لقاو جمعية قوية مش لقاو جمعية تكورت بالكدا كيما مدغشقر كيما بروبابلومون المباراة القادمة شكون ضد مدغشقر بروبابلومون معناها ان شاء الله نتعداو فوالا نلقاوش بروبابلومون السنغال دونك فرق قوية دونك ظهر لي هذه التركيبة المثالية باش نكونوا متوازنين وان شاء الله نكملوا على سفيان ما تراش انه المنتخب التونسي معناها حتى انتوما توا جوهر وسفيان بيفويت معناها ما تراش ان المنتخب ما يلقى راحته وما يلقى التوازن نتاعو كان كيلعب بثروا بيفو معناها كيلعب بثلاثه لاعبي معناها متوسط دفاع متوسط ميدان دفاعي معناها نلقاو ديما راحتنا توازننا كي نلعبوا بثروا بيفو ما نلعبوا بزوز ديما نبداو ديزيكيليبري وما نلقاوش روحنا معناها المنتخب التونسي قلت لك في
في التروا بيفو وقت لعب التروا بيفو اللي قوي برشا علاش سي لو بلان دو ريكوبيراسيون هو اللي قوي برشا واحنا عندنا ملاعبيه تعرف تلعب الكونتر عندنا الخزري عندنا المساكني عندنا سليتي البدري خنيسي معناها احنا كيب دو كونتر كي انت لاحظت حاجه في المقابله هذه المنتخب التونسي طلع شويه البلوك وقت طلع شويه ضغطنا عليهم ما حطيناهمش يلعبوا معناها الفريق الغاني قام مشاكل كبيره خاصه في العشرة دقائق الاولى كان ثبتنا معناها ما قاش معنا ما قام معنا حتى حل فهمت انا حسب رايي المنتخب التونسي شويه معناها شويه تعديلات في الهجوم يولي خير خاصه معنا احنا كما تعرف عندنا ترو بيفو ممتازين جدا كما قال ممتازين جدا قادرين باش نوصل بعيد وان شاء الله ربي معنا جوهر والله يا عزيز هذه في مع المنتخب ما ذكر لومير وقت يلعب ديما بالسيستم هذا ديما تروبيفو نلعب سيستم لوزونج مع ثلاثة ومنشط هجومي يكون سين بن عاشور مع زياد وسانتوس زوز مهاجمين مع التركيبة تختلف لكن هو الحاجة الأساسية أنه كما قلت بكري أنه كل لاعب لعب في البوست نتاعو سخيري خدام الدفاع غيلان وفرجاني ساسي هما دي بيفو لكن دي اللي تكنيك نتاعهم يخولوا لهم انهم باش يعطيو تمريرات كبيره للمهاجمين مع بدري ويوسف المساكني كان المردود نتاعهم خاصه المساكني كان المردود نتاعو افضل اليوم حتى على المستوى الدفاعي عاون برشا رجع مع الحدادي البدري كيف كيف مع كشريده لقينا التوازن نتاعنا الشوط الثاني هدف معناتها ممتاز جدا هدف لقينا الكرة متاعنا متاع تونس من الدفاع للوسط للهجوم شوفنا الكرة على مستوى اليسار تلعبت دخلت الوسط الغيلان الشعلاني شانجمون دبال لليمين مع الخزري وكشريدة شانجمون دي ريتم باس ياسين الخنيسي كان في الموقع متاعه هدف ممتاز برشا اللي خلانا صراحة ترجع الثقة في المنتخب ونلعب الكرة متاعنا سيفري 90 دقيقة هدف تعادل جي كونتر مجرى اللعب لكن الحمد لله ترشح هذا جي عن طريق ضربة الجزاء اللي أموا لقدر الله وانسحبنا كان مش يكون اللوم برشا كبير على رامي البيدوي اللي هو مازال ما دخلش في اللعبة جي فرصة مش عارف يعني كيفاش هو كان حب يرجعها لكن ضربت في راسه وكانت ممكن كان معز حسان متقدم نوعا ما لكن الحمد لله في الأخير نقولوا ترشحنا وهذاك هو المفيد منصر والله أبار لـ 3 ميليو فما حاجة نرجعوا للتور الأول ثلاثة مقابلات المقابلة اللي كانت خير شوية هي مالي اللي كان فيها الخنيسي تيتولير مقابلة الأولى الخنيسي ما لعبش مقابلة موريتانيا الخنيسي ما لعبش هكا اليوم الخنيسي كان موجود دونك البريزونس تاع الخنيسي في البوانت نتاع ليكيب ناسيونال تبدل اللعب نتاع المنتخب اليوم شفنا الخنيسي في الكاليتي نتاع لي زابيل في الموفمون يتحرك برشا يعطيك بروفوندور يطلب برشا كره الكاليتي نتاع لابيل برومي بوتو في البونت والكره نتاع البينالتي كان وراه هو معناها بالراس على البار بالراس على البار هو معناها لا بريزونس نتاع الخنيسي برون بدلت الخنيسي على الكره الخنيسي دونك لا بريزونس تاع خنيسي بدلت ليماج تاع المنتخب كيما شفنا ماتش مالي اللي كنا خير بالبريزونس تاع خنيسي من بعد ثلاثه ولا مش ثلاثه فما حكايه كومبليمونتاليتي معناها كان تحط ثلاثه مش كومبليمونتير راه حطيناه ما احنا الماتش الاول حطينا غايلان قدام الديفونس مش في بلاصته اي ما بدلنا قلبنا لا معناها كي تحط دي جوار كومبليمونتير وكل واحد في احسن بوست نجم تخرج منه 100% وقتها تمشي لو تريونغل هذايا نتاع تو نتاع الصخيري فرجاني غيلان الشعلاني سي ان تريونغل كي فما حتى في البوتونسييل نتاع الملاعبين وفي لي كاليتي يسو كومبليت فرجاني غيلان ولعبوا مع بعضهم الصخيري يرتاح في الريجستر هذاك سي تري امبورطون مش فايده تحط ثلاثه ملاعبيه تنجم تحط ثلاثه ملاعبيه ما ينجحوش مع بعض هما يسو كومبليمونتير ثلاثه هذوما وسيرتو في الريكوبيراسيون معناها ان غرو ترافاي في الريكوبيراسيون وفي البلاسمون معناها في كيفاش يكسروا لي لين دو باس رينا اليوم كي نلعبوا معناها هكا بتروبيفو رينا انه ربما كشريده رينا كيفاش كشريده معناها
اليوم ما قصرش يعطي صحه وعطى برشا حلول هجوميه في كل مره تلعب برشا اليوم كشريده في حين الجهه اللي صار معناها جهه الحديدي تقريبا معناها ما كانش عليها وصل للسنتر مرتين ثلاثه مرتين ثلاثه لكن ما فلتش معناها مش كيما الجهه اليمين الجهه اليمين خدمت اكثر من الجهه اللي صار هل ترى انه توا باش نحافظوا على نفس التركيبه هذه مفروض معناها الان المدرب باش يخلي الاربعه هذوكم وبثلاثه اللي قدامهم معناها فرزاني شعليلي وسخيري واللي تصرف في الثلاثه القدامين هذا هو والا ربما يعطي اكثر بعد المفروض يخليه هجومي يزيد يسرح شويه البارتي اللي صار بايمن بن محمد وكيكا يوليو عنده معناها اكثر نزعه هجومي اش قولك انت لا ملاحظه الاولى ساعه سؤالك تو نجاوب عليه الملاحظه الاولى اللي قلتها سؤال هام علاش ثلاث بعد ثلاثه مقابلات مش حقينا التشكيله تعرفش كي تجي تحلل لانه حتى ثلاثه مقابلات وديه ضيعناها لانه في ثلاثه مقابلات وديه عملنا ثلاثه تشكيلات ومن بعد مشى يبحث على التشكيله في الوسط الكان يبحث على التشكيله حبيت فلسفه شويه ضيعنا ثلاثه مقابلات دونك الفريق سته مقابلات ضيعهم لانجيراسر سته مقابلات بالشقه اخيرا التوازن والتوازن هذا راهو ما جا كان باليونيون ساكري معناها يكذب عليك في الخمس ايام هذم وحكينا خالد والدكتور قلنا في الخمس ايام هذم الناس الكل توا تحكي مع بعضها وتقعد راكم ماكمش انتوما اللي نغزروا لكم ماكمش انتوما اللي نتفرجوا فيه مش هذيك تونس مش هذيك تونس ولا مش هذيك تونس دونك الخمس ايام هذم كانوا فريمون هامين باش رجعت اللحمه وكل واحد شويه نحى شويه من الكبرياء نتاعو شويه تواضع ربما من الان جيريس ايضا باش يسمع لعبة شويه تواضع من بعض الملاعبيه اللي يقول لك انا ما نخرجش شدوا البنك وكي هبط عطى البلوس ودونك ولا حتى ستاف تكنيك لانه شونجمون تاع الغارديان تاع 119 انا قلت اكيد تو دوبل راهو لانه عملت شونجمون تاع رامي البدوي دخل مركبونت تعمل شونجمون تاع 119 تصور بن مستوى مش هات حتى كوره واحنا اليميني مش تكون السهام الكل موجهه للاطار الفني دونك وقت اللي يحسن نقول له احسن وقت اللي يسيء نقول له اسات اليوم شوف كوب دي موند الاخرانيه شوف لي جراند زيكيب شوف فرنسا لي شانجمون ديما من القدام الاربعه اللي التالي واللي القدام ما يتمسوش ما يتمسو كان زوز لي ميم شانجمون تقاهم وتعرف هنا قد تكلم تحت رقابه مدرب عندك 14 ملاعبي هذوك ولي تروا شانجمون ديما القدام دونك اليوم نحب مونسيون سبيسيال وجدي كشريده لعب دو بوستر لعب اري دروا ومن بعد لعب ميليو وهذا تغيير اللي ربما نتاع معز هذا انا موافق خالد فاروق موافق خالد 3000% موافق خالد 3000% لو فما احترام المجموعه اولا ثانيا النجم نقولوا عاده تروح به وسخون من واجبه يعدي تروح ماهيش مزيان ولد صغير هذاك ما يعطيكش الامكانيه وانك ترفض التغيير تذكر فينال في انجلترا الحارس خلينا تصوير اوروبا ليه كيبا حارس حبش يخرج المهم اليوم المهم اليوم انه باقي يتفرجوا فيها وباقي قاعد يتكلم اللي جاب لنا الترشح فاروق بن مصر فاروق بن مصر لانه فاروق بن مصر كما قال قبيله منتا اللي تيرور نتاعنا 5 بينالتي تقراو في المكاتب راه لي 5 تيرور اللي شاد وفاروق بن مصر راهو شد واحده من اثنين كان ينجم يشد يخلط عليهم معناها فريمون لو شوا اكيد دوبل كي يربحوا نقولوا لهم برافو فما بخلاف الشواء يعني بخلاف الشواء يعني بخلاف الشواء بن مصطفى على المستوى المعنوي منهار صح ولا لا؟ توا رجع ما راهو ليس بالسهل الانتقادات هذيك الكل تخسر مكانك تخسر زاد كابيتان في الاخر في ثلاثة دقائق في زوز دقائق اعطاوك مسؤولية التأهل برافو بن مصطفى تونس الكل على كتاب بن مصطفى خاطر الناس الكل قالوا وقت دخلوه عطاونا الامل ولعبوا بسيكولوجيكمون على المنافس معناها رانا عندنا حارس يشد البيلانتيين هذه من ناحيه من ناحيه تروبي فوك ساك بيفوس انت تعرف انا افكاري فما في الجمعيه فما روح باقي نساوي الروح العناصر التكميليه للتكتيك وكذا ما عندكش روح وما عندكش كذا بالرغم اتونسيون عدينا فترات صعبه وصعبه جدا في المباراه كلها هذا من ناحيه من ناحيه اخرى رانا معناها عقبنا على نقطه ضعف المنتخب الا وهي
الكرات العالية وجاء معناها هدف كرة العالية هذا من ناحية بقى معناها زيد نشوف نقول بن مصفى برافو وآخر كلمة آخر كلمة برافو الكشريدة برافو الخنيسي الخنيسي كيما عمل ضد المالي وخرج حرام وما كذا الخنيسي اليوم اليوم أبسم اللي هو سيتان تيتولير أبارونتير والسيستيم هذا الكل الكور تاع اللعبة هو الخنيسي بسرعة سفيان ونخبس نمشي شهر تحية كبيرة للخزري رغم اللي له كل يحب شي حي زوار في الأخير قلت لا 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 تعرف علاش تعرف علاش خويا رازي وثلاثة أربعتاش معناها ثلاثة ماتشات يقولوا تيتيلير يجي يلقى روحه في الماتش الرابع هذا على البنك ويدخل ويعطي الإضافة يعني يدخل بروحة كبيرة لكن ما تنسيوش اللي القانون الجديد انت الفيفا هو اللي خلى فريق بن مصفى يدخل اليوم راه يعني هو فيه ولا شوزمون ثلاثة وفيه هما القانون الجديد اللي دخلت هو اللي خلى تولي عندك نجم تعمل معناها تغيير رابع في الحصص الإضافية أما راهو ما عملوا كيكة رازي ما عملوا كيكة إلا ما في الخمسة أيام هذوما تمرنوا تمرنوا على ظهر المنصار قال لي راهو قال والناس الكل تحكي وقتها كاترين شونجمون قال لي ذولي يحضروا في فاروق باش يدخل في مرنوا على ضربات جزاء والكسراوي والإطار الفني راهو اللي بن مصفى حتى في كاريره من قبل عنده بلوس دافينيتي مع ضربات جزاء معناها عنده بورسونتاج تاع التصدي وبوتيتر أون بليس قراوا لي تيرور خاطر كيما قالوا لي تبعهم الكل نتذكر في الربع النهائي بتاع كأس العالم اللي فات هولندا كونتر كوستاريكا خرجت سيريسين ودخلت كرول في 120 ولاحظوا سبيرانتي بتاع الكوستاريكا ورشح هولندا دمي فينا نرجع مرة أخرى نمشيو مع فاصل الشهري قصير ثم نعود لمواصلة الحديث على مباراة تونس غانا فرصتك ما تفلتهاش اعمل انسكري على بونتو اكس 2 وفوق الربح يزيد الربح 300% بونوس على اول غشاش الكليب تونسي بلال المريول تونسي النسر تونسي اقوى جمهور تونسي اما مش كانت تونسي تونسي السردوك المصري زادة تونسي البطيخ المصري تونسي الكيتش تونسي في حتى من أم كلثوم بيرمها التونسي تونسي يا حبيبي هذك علاش الدوزيام تور تونسي الفينال تونسي الانتصار تونسي والتيتر في مصر ما ينجم يكون كان تونسي أريد المساند الرسمي للمنتخب التونسي مبروك علينا هذه البداية صحيح هذه إن شاء الله تكون هذه هي البداية نتاع المنتخب الوطني التونسي المنتخب اللي نعرفوه واليوم نجم نقول المنتخب التونسي دخل في الكان يعني كان مصر 2019 منصار شو كنت حاب تقول قبل حبيت نرجع على المعز حسن على الرياكسيون نتاعو اليوم يعني بعد اللي صار في لي ترو برومي ماتش انا بزوا كيما قلنا بسوليداريتي بملعبه يد واحده بالناس دز مع بعضها شفت بعد ما زفر الاربيتر قبل البينالتيات كيفاش ملعبه واقفين كيفاش وهبي الخزر مش سيارة كان كابيتان
وثلاثه ماتش يو تيتشولير ورون بلاصون اللي كيف يا معلم مو قلنا احنا لا لا معاك لا يعني واحد العشرة وعشرة الواحد لا لا معاك معاك انا نحكي على ليتا دي سبري اللي تخل به معناها كان ورا كوره البونت ولونشينمون اللي عملوه هو عطاك شريد فراب نحى الجارديان كوره تخل بها في السيرفاس جاب وراها بينالتي كوره اخرى معناها اللي تري دونجورو في لي زاكسيون كل ما مسكوره ودخل على اليمين كل ما مسكوره عمل خطر معناها باهي معناها معاك باش تقول لي مش عامل مزيان وتخل في اخر مباراه واعطانا الاضافه معاك خلينا نقول لك انا شنو نحب نقول لك راهو امبورتون ليتا ديسبري اللي يدخل به متفاهمين فيه معناها ثلاثه ماتشوات وتيتشولير وكابيتان وتحط قعد على البنك بو امبورت لي ريزون كي دخل ليتا 100% وفي ليتا ديسبري الباهي معناها داخل باش نعاون اصحابي باش نعطي حاجه باش نعطي بلوس هذاك هو ليسبري هذاك والسوليداريتي هذاك شفناه قبل ما يمشيوا لي تيرور ومع فاروق كيفاش ومالغري جيست تاع معز حسن شفنا صحابه يعيطوا له باش معناها سي دي بتي ديتاي هذوما اللي يوريوك اللي فما حاجه معناها في وسط الجروب فما حاجه صارت شكون اسعد ملاعبي اليوم رامي البدوي بارك الله فيك بيان سور لو بوفر انا من سيكن ولا كان يعمل دي كوشمار وتولي معناها تمشي فوالا هذيك الكره معناها تقلب ساعات في بعض ثواني منعنا رازي في البرولونغاسيون ثلاث ولا اربع مرات في كرات هوائيه نتفرجوا معناها رجع في سافيز اصحابه رجعوا لي طرف فني رجعوا المشكله اللي هو سي مشكلتنا مع الكرات الهوائيه كما يقول شي مشكلتنا مع طول الاخرين جوهر لا معناها في مباريات الكل تقريبا عندنا مشكله في التعامل مع الكرات الهوائيه مش تكتيك اذا حسب ما نشوف اليوم في الكرات الثابته انه المدرب عمل مركز دي زون انه خمسه لاعبين يحرسوا منطقه ستة امتار ونشوفوا انه اللاعبين الغنيين يقعدوا متاخرين نوعا ما وفي في المنطقه الثانيه المنطقه الخلفيه نتاع 18 متر وغادي كان الخطر معناتها شفنا ضرب على العارضه رقم 15 المدافع الطويل معناها نسبة النجاح نتاعهم في الثنائيات الهوائية أكثر برشا غانا معناها حتى في قداش من ركنية جاهم برشا اللي في 20 يمكن 18 حاجة 18 ركنية مين إن شاء الله إن شاء الله في المقابلة الجاية نشوفوا حل ممكن نبدلوا الشواء أنه نتولي مركاج انديفيديال ممكن تعطي نتيجه افضل وين ثابته مش كره هوائيه في اللعب لا 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 ثابته خاطر كورنرات ومخالفات رازي حسب رايي معنا اللاعبين لي افريكان طوال برشا قوه بدنيه كبيره برشا حتى احنا مرياح وبران لكن مش نفس القوه كابتن تعمل لي هكا شنو هكا هكا لا لا شوف لا شوفهم ورغم ذلك معناها يتكلم سامحني الامباكت تفضل سامحني ذلك معناها المنتخب التونسي المدافعين مرياح وبراون معناها قاموا معناها قاموا باللي معناها قاموا باللازم معناها فهمت معناها ما حسب رايي ما قوش مشاكل كبيره الله غالب معناها هذيك البنيه الجنسيه هي الجسديه هي اللي تحكم في ما تنجم حتى معناها تنجم حتى تكون اطول منك وانت اقصى بلوكاج وتعرف كيفاش تقف تبلوكي هذا هو تكتيك فوالا تنجم ما ريست كو باش في المركاج انديفيديوال نجم تبلوكي كي تبدا الزون معناها باش تكوفري الزون اللي انت فيها بعد نجم يكون اطول منك بوزيسيونمون نتاع بدنك والاورينتاسيون كيفاش تبلوكي لا تنسير هما زوز برك يضربوا بالراس راه هما زوز برك هما لي دو اكسيوم تاع غانا عندك نوهو والاخر بويي هذوكم اللي عملونا اليوم المشاكل المشاكل اللي صارت لنا اليوم الاورغانيزاسيون تاع الزون احنا سكرنا ال 550 ديما يا دوزيام بوتو يا دوزيام ليني معناها المشكله غاديك سي لورغانيزاسيون فوالا سي لورغانيزاسيون تاع الزون هذا اختيار نتاع مدرب حب يلعب الزون ممكن منشر هذا الاختيار كان حسب المقابلات اللي فاتوا انه ممكن كانت مالي عملت لنا مشكل مالي عملت لنا مشكل الكرات الثابته نتاع المنتخب الغاني ثلاث مقابلات نتاعو كانوا نسبه كبيره في 18 متر وصلوا من 18 متر هذاك ممكن خلى المدرب انه يعمل الشواء نتاع المركز دي زون نشوف المنتخب الغاني غير في الكرات نتاعو المره هذه كانوا اكثريتها في المنطقة الثانية نتاع 18 متر. وهذه هي معناتها ممكن المدربين يقرأوا أفكار بعضهم يغيروا نوعا ما هذا اللي صار إن شاء الله المقابلة الجاية نحسنوا خاصة صحيح في الكرات الثابتة ونخليوش المنافس
يستغل النقطة هذه للصالح. هو وقتاش ولي نقطة ضعف؟ قبل الجاية معناها المنافس الجاي ماهمش طويل معناها مدغاسكر هو ديج وورد المنافس. المنافس الجاي باش نلعبوا ضد أحمد أحمد والمرة هذه بالفار بالفار ياسر علينا من الدور الربع النهائي باش يولي ثم فار في الدورة هذه. قلت كلمة قبيلة راسي راهو هامة ما عملناش إنجاز كبير معناها إي معناها احنا فرحة اليوم بدينا اليوم بدينا الكان اليوم بدينا نحلموا خليتونا نحلموا ولكن مازال والسويت بالمنطق نتاع الكالندري أسهل ما يمكن بالنسبة لك أنت معناها مدغشقر ما يلزمناش لا لا نحكيو على الأقل على الورق على شنو جاتك نيجيريا ولا جاتك الجزائر ولا على الأقل على الورق على الأقل على الورق دونك ديما نبقاو حتى على اسم الكره التونسيه زاد باش نلعبوا مدغشقر ظهرت مستوى طيب كبير مستوى كبير فنيا كرويا خطوط ثلاثه دفاع وسط كان قلنا لهم يلزمهم يكونوا مركزين لازم يكونوا مركزين من مقابل غانا كيما ضد منتخب غانا تفضل. يا ما احنا عندنا حاجه سمعني بعد الماتش تاع اليوم والكاليفيكاسيون كي تمشي تجيب كاليفيكاسيون كيما هكا بالبونت اللي قبلناه 91 باللي صار بالبينانتيات تعطيك كونفيونس كبيره برشا. الماتش هذايا يعطيك كونفيونس في الجروب ان شاء الله ناكدوا سامحني ان شاء الله ناكدوا ان شاء الله. لا معناها الماتش اذا كان عملنا هذا الكل انديبوندامون من الادفيرسير معنويات تولي في السماء معناها اليوم رازي ما تنساوش عملنا هذا الكل بعد مدغشقر لعبنا برولونغاسيون هما زاد لعبوا برولونغاسيون عندهم نهار عندهم نهار واتونسيون معناها قبيله نسمع في راديو ومبروك ومش نلعبوا مع انا جاي قبل ما نرمي مدغشقر راهو اتونسيون كما قال واحد اليوم في لوموند كتب سي ليزلون دو لاكان ما ريكوبير عندي عليها تو معناها ما عندكش فكره معناها ما عندكش فكره رابح المورال يتحسن الربح ريكوبير ميو اتونسيون معناها كي تبدا رابح تريكوبير خير اما على المباريات الفوق تكررت لما الخطا يتكرر يصبح نقطه ضعف ما عندكش فيه حتى دواء لا زون لا انديفيدويل لا اكثر اقل الخطا تكرر عده مرات على الكرات الثابته الواحد ضد الاخرى وضد كذا تبقى كما قال متر وانا قريت على اوريت حتى لونترنور يقالها قال نو سوم اون ايكيب تكنيك مي نو سوم دو بتيت تاي وحتى مدغشقر عندها نقطه ضعف كبيره وكبيره يسال وهي الكرات الثابته الهوائيه كانت ثابته او كانت متحركه معناها ماتش باش نجي نتكلم عليها معناها فهمتي لا باش نجي نتكلم عليها اتونسيون كما قال رازي اليوم راهو بالرغم اللي لعبنا بثلاثه بيفويات معناها في الوسط لكن رينا انه المهاجمين تاعنا رجعوا للدفاع ورينا المساكني الالتزام الدفاعي تكلمنا عليه مره الالتزام رينا البدري يرجع يغطي على كشريدة هذا ثم برشا يقول لك مش باهي زاد يقول لك اذا كان انت المهاجمين نتاعك تو انت تبارك الله عندك اربع مدافعين ومعهم ثلاثه بيفويت واذا كان المهاجمين نتاعك يرجعوا يغطيو عليه الزوز اظهر ولا واحد ما يلقاوش القوه والفيزيك باش يمشي قدم يبداو بعاد برشا على المنافس كيما مشى عمل 30 متر جاو شو اللي صار اليوم اللي خلى ربما المساكني يرجع البدري يرجع حتى الخنيسي رينا ديكروجي ساعات يرجع الوسط ان نحاولوا باش ما نقبلوش بونتوات رازي من الاول يظن الحضور البدني شفناه اليوم في المنتخب التونسي خاصه كما قلت على مستوى ظاهرين الأيمن الهجومي اللي هو البدري والمساكني قاموا بدور دفاع كبير برشا عاون البدري عاون كشريدة المساكني عاون الحدادي شفنا الخنيسي ما خلاش أنه المدافعين اثنين يخرجوا كرة نظيفة لوسط الميدان المنتخب الغاني قلقهم برشا قلقهم لكن كان وحده جو ما قصرش معناه قلق وحده سميش كون يمشي معاه باش يساندوا معناها خاطر اذا كان تعمل انت ضغط بوحدك حكايه فارغه معناها مش تخسر انت الانرجي نتاعك تخسر شويه عمل مجهودات صحيح عمل مجهودات الضغط كيف نبداو لكن لازم يطلعوا الكل معاه لازم الكل نطلعوا احنا نعملوا الضغط كيف نبداو اون بلاسمون با نبداو في وسط الميدان يبدا الخنيسي الاولاني ومن بعد يطلع الثلاثه الوسط الميدان كل واحد يعمل مركاج لقريب لصاحبه باش المنتخب الغاني اللي كانت قوته في الوسط الميدان ما يلقاش الراحه نتاعه خاطر المنتخب الغاني لعب الضغط العالي علينا عندنا يذول صور نتاع بالرغم الضغط العالي البريسينج اللي عمل المنتخب الغاني علينا بخمسه وبسبعه ملاعبيه وخلينا ما نجموش خرجوا كوره بالرغم هذاك المدافعين نتاعنا نلعبوا كوره نظيفه نحاولوا نلعبوا الكوره في الوسط تعاود ترجع نمشيو على اليمين
على اليسار ما كناش موافقين في الكل. علاش يا راجل؟ نوعا ما نوعا ما فينا برشا صعوبات. اما الخنيسي راهو في الترافاي ديفونسيف فكي برشا، معناها في الاورينتاسيون تاع الادفيرسير كيفاش يلز وباش يمشي كوتي وخلي كرة تمشي سنترال ومن بعد يسكر ومن بعد جاب كفرونات. فما انا شفت فما دوز اتاكوم هو وبغداد بونجيح في البروفيل هذا في الترافاي ديفونسيف يخلي كرة تمشي على السنترال ومن بعد في الاورينتاسيون نتاعو كيفاش يهز سنترال باش يلعب في الشارع. شوفوا الضغط، شوفوا غانا كيفاش معناها بخسر قداش من ملاعبي معناها في المنطقه نتاعنا شيء كبير. نقول لك علاش شوفوا قداش من ملاعبي قارينا حسابنا حتى هما راهو كيما مالي معناها ماتشويتها الكل لعبتهم بزوز لاعبين قدام الدفاع وتلعب اربع لاعبين بمعناها كونيه هجوميه، جات في ماتشونا احنا ودخلت ترازيم ميليو ديفونسيف ايدارا اللي حكينا عليه وسكرت لنا الوسط الشوط الثاني تقلقنا برشا. والمدرب ازام ابيا شعمل مره هذه لقى لي هو يخسر في توما بارتي بعيد 60 متر على الكاج ادفيرس، دخل دوزيام بيفو اللي هو اكوا حطوا بحذا وكازو باش يخدموا لو ترافاي ديفونسيف، وكازو شويه ديكالي سو لو كوتي وقدم توما بارتي، وتوما بارتي هو اللي ضغط كدوزيام ريجيسور مع اندري ايوف بين الخطوط. شوفوا احنا الكره عندنا في الدفاع شوفوا قداش من غانا وين اخذ من لعبيه غانا وين بارتي اي بارتي ورا لاتاكون قد قريب اي شوف بارتي ورا لاتاكون قد صعوبات كبيره احنا مش وبالتالي ما نجمناش نخرجوا كوره عليه. نرجعوا المعز حسين نعاودوا نرجعوا كانوا يضغطوا علينا بخمسه شكون هم الخمسه رازي؟ عندك جوردان وراه اندري بحذاه بارتي لي دو اكسونتري اوزو وكازو، دونك احنا ما لقيناش حتى سوليسيون في لي 30 مينوت هذوك انترميديير تاع الشوط الاولاني. في الشوط الثاني كي هما رخوا شويه فيزيكمون واحنا بلي تروفي فو طلعنا شويه في البلوك، دونك كيما قال لك جوهر بكري يا دي بوزيسيون وفما اوقات لازمك تقبل شويه زاده معناها تقبل اللاعب شويه اون اسبيرون تو ديكلونش من بعد لي كونتر اتاك، ماكش اوبليجي باش تلعب معناها لو جو اوفنسيف 90 مينوت، عندك ان بلون دو جو ما تقبلش بونتو من بعد تجي لي زوكازيون لا بروف كي طلعنا وجعنا. دكتور عملنا سبعه دقائق تاريخيه تاريخيه 65 ل 72 خمسه دقائق ريموند تاريخيه كرة على البار ومن بعد البينالتي اللي دخلت وضربت ومن بعد جات البونت اي ديزاكسيون معناها اكسبسيونيل فريق التونسي سبعة دقائق بينما لو كان تعديهم يتفرج فيهم واحد وحدهم يقول لك الفريق هذا شامبيون دي موند. دونك فما لو جور لا نوي فما حاجات اللي فريمون شي يعمل الكيف دونك قادرين عليهم، فما حاجات اللي ناقصين فيهم ما نجموا نصلحوهم. هذاك علاش الحسره نتاعنا كبيره وانه لانه فريق نعرفوه انا نعرفوا الملاعبيه قلنا بور اون فوا عندنا ايكيب تكنيك تفرج تكون دونك ريناها اليوم ان شاء الله بطبيعه الحال الاولاد يرتاحوا مليح غدوه مدغشقر ويساو الدنيا بكل معناها ما يحسب لتونس. سامحني الماتش هذا هذاك علاش قلت لك الماتش هذا يعطيك كونفيونس خاطر اليوم اون افي بوزوان دو بلوس جيري لي تون فيبل نتاعنا توا يلزم نحسنوا لي تون فور نتاعنا. فوالا لي تون فور اللي جاونا سبعة دقائق ولا لونتام تاع 10 دقائق بالكونفيونس اون اوغا بلوس دو تون فور. اون بو با سو بيرميتر مثلا على 120 دقيقة باش يكون عندنا سبعة دقائق و10 دقائق. توا بالكونفيونس اون فور بلوس دو تون فور. اليوم كنا خير في الجيستيون تاع التون فيبل. لي تون فيبل نتاعنا كنا خير فيهم سوليدير ديفونسيفمون ابليكي حتى راهو رد بالك راهو قلت منتخب الغاني طلع علينا سي فري اما في لي سورتي دو بال كنا خير برشا من الماتشات الاولانيين. لو احنا برشا كره الماتشات الاولانيين اليوم بلوز او موا خير اون سي تابليكي تاخذ وقتك راهو تهزها من اليمين اليسار ويتيح الصخيري باش ياخذها يحاول يخرجها ويجي فرجاني اون ايسي باش ما نلوحوش كره كيما قبل. لي سورتي دو بال كنا خير برشا فيهم ونجموا نعملوا خير من هكا. خاطر فما ماتش فما مثلا ماتش انغولا معناها انكرويابل كل كوره قدام كل كوره قدام معناها اون سام مليون مباريات للنسيان. شوف اي ما نتحسن نحنوا عليهم الاغلاط هذوك علينا نزيد نرجع نشوف الماتش راهو مش كل شيء معناها باهي تعدينا تعدينا بلحظات صعبه وصعبه جدا وليس ان خمسه مشاو هما عملوا علينا بريس نو خاطر احنا لي ديفونسور نتاعنا ان سون با تكنيسيان لا بروميير باس بروبر ما تخرجش من الديفونس مش اول مره مش ثاني مره في كوب دي موند كذا كذا. اذا انت تحب تلعب اللعبه ذاك فهمتي يلزم عندك دي ديفونسور تكنيسيان كي ساب سورتير لا بروميير با اول كره نظيفه اذا اول كره نظيفه الثاني نظيفه وانت نسيت ما يحسب لتونس اليوم من 65 الى كذا عليه
خاطر رجعوا كأنهم تحرروا، رجعوا يلعب في لعبهم اللي قلتوا عليه الناس الكل، ولا وانا مانيش موافق، وكأن قدر تونس تلعب بالكونتر وتربيفو. نو معناها يلزم ما تحطش لا لا هدف سي خالد هدف صراحه لا خلي سامحني سامحني كابتن دقيقه دقيقه كابتن كابتن بس انا نكلمكم خايف تلعب بالكونتر ليه سيدنا ما ترهنش تورنوا ولا ماتش في وسيله هجوميه واحده فريده اذا يماركيو لك باش انت تعمل لعب انتهى عليه قوتك هي الاسباس اذا ماركي لك معناها اذا المنافس يسجل قبل يسكر لك تولي ماش عندك حتى حد عليه يلزمنا النوع من لعبنا ونحيه هالعقليه ذي اللي تو نتكلم عنها عقليه سلبيه يلزمنا نعملوا نوع من المناورات لمانوفر مره هكا مره هكا مره شد ديفونس مره نعمل واحد مره كذا مش نقعد في جي في كذا في ثلاثه والثلاثه ذوما باهيين على شرط ما يقعدوش قدام الديفونس العالم اجمع للمليو هذوك الثلاثه يودي يفكوا كوره ويمشي ويعمل ويعطي ويماركي والدنر باس احنا وكاننا ناس في مخه ثلاثه يقعدوا ثلاثه واحد يقعد واحد كذا هذا من ناحيه تبقى خلي يعلقوا على الكلام نتاعك لا تفضل لا ثم خاطر علاش شويه تفاعل على الكلام هذا تاع تلعبوا كان الكونتر وما نوعوش في اللعب واحد سوفيان حسب رايي معناها الطريقه اللي تلعب بها تونس 3 بيفو حسب رايي في المستوى نتاع الملاعبيه احسن طريقه علاش خاصه كي تطلع البلوك وقت تطلع البلوك تبدا عندك تروا ريكيبيراتور كيما نعرف انا وقت تفك الكره بسرعه تيورونت لو جوفر لافون معناها يبداو عندك دي زاتاكون معناها سريعين كيما المساكني كيما قلنا الخزري كيما الخنيسي تجم معناها تجم تماركي وتجم معناها توصل في اقرب فرصه للمنافس بار كونتر كي تلعب انت البلوك با وتفك الكرة لوطا كيما قلت انت معناتها تلزل المساكني باش يرجع اليمين والبدري والكل ماش نلقاو مشاكل احسن حاجه في التروا بيفو انك تطلع البلوك تلعب بلوك هو معناتها خاصه معناتها كيما قلت لك لي تروا بيفو هما النوسيون تاعهم سي لا ريكيبيراسيون دو لا بال معناتها وبعد افتكاك الكرة هيك اللعب بسرعة لازم يخرجوا زادة باس نظيفة يخرجوا باس نظيفة شكرا شكرا معناها سامحني ريكوبيري سي بيان تستغل شيء أنكور ميو احنا ناخذ الكرة بعد اش نعطيهم انا مش معناها الفكرة متاع ثلاثة بيفوات معناها ايكيب ديفونسيف ليه هيو ديجا اليوم تسميو دي ميليو روليير معناها ناس تمشي فير لافون ناس تعرف تلعب الكرة ناس ما عادش فما مليون ما يعرفش يلعب، الناس تعرف تلعب كورة. إنو زيتيو ديميني وجوردي. لا مانيش نحكي عليهم، نحكي أون جينيرال. لا نحكي عليهم أنا كتبارك. لحظة، سيت أون كيسيون تاع أنيماسيون، نجم نحط أنا ثلاثة واحد قدام الديفونس وزوز اللي قدام وناس تعرف تلعب الكورة وناس كيما يقولوا الإنجليز بوكس تو بوكس ويسو بروجيت ويمشيو ويماركيو ويدخلوا في السيرفاس. ولاو ديزيلي يوخروا فيهم يلعبوا بروليه. ماهيش نوسيون مالا تو مانشستر سيتي تلعب بروليه. دي بروين يلعب بروليه. هاو يلعبوا بثلاثة حكاية أنيماسيون وحكاية أنت إيش تحب تعمل. ولاو يسو بروجيت ولاو راليزاتاكون معناها كان نلعب أنا بزوز واحد ورا لاتاكون شو بلو ديفونسيف ولا هي حكاية أنيماسيون وبروفيل نتاع ملاعبية شنو الملاعبية تختارهم شنو البروفيل وش نجم يعطيك ملاعب اليوم مثلا لي ميليو روليير اللي قدام اللي فما واحد قدام ديفونس وزوز أول حاجة لازمهم عندهم دي كاليتي فيزيك باش نجم يعاود لي كورس ويمشي ويدخل السيرفاس وبنعمر مثلا في النجم يدخل السيرفاس ويماركي ملاعبية تمشي سو بروجيت فير لافون هذا سي دي ميليو مودرن ما عادش نقعد ثلاثه ولا ما نمشيش بكيب كامله اما خلينا نكمل كلمه على الكونتر موافق انا على حكايه راهو اون ايكيب يزم كيما المنتخب فما وقت جينا مثلا قلنا احنا اقل من جمعيات كيما لونجلتير ولا في الكوب دي موند اون بو با كري لو جو ميسالش اما اليوم في كوب دافريك بالملاعبين اللي عندنا بالكاليتي تكنيك اللي عندنا اون دوا الترني نجم اون دوا سافوار ميتريزي لاتاك رابيد والكونتر والاتاك بلاسي وقت لازم نحطوا كره عندنا دي جوار تكنيك نجموا نلعبوا اتاك بلاسي فما وقت من فوالا يلزم فما وقت من الاوقات يلزم نعرفوا انت ما ماركيتش بونتو في الكوب دافريك يسو بروجيت فير لافون كوب دافريك لوزونج اللي يحكي عليك عندك دوز اتاكون لعبنا بدوز اتاكون سانتوس والجزيري نلعبوا سور لا كاليتي نتاع الملاعبيه نتاعنا الانيماسيون اللي تعطيه راو الخطر ياسر ونا توندوس نحكيو على ديسبوزيتيف لي ديسبوزيتيف الكلهم باهيين
يزم عندك لي بون جوور اي لا بون انيماسيون. هذا هو تختار الملاعبيه اللي ينجحوا لك. اما تجيب تحب تشي تحط ثلاثه ماهمش كومبليمونتير وما يركبوش وما عندهمش لي كاليتي باش يعملوا لك اون بون انيماسيون ما تنجمش. المشكله في التطبيق. سامحني رازي ريال مدريد الملاعبيه الكبار اللي عنده والواحد لا تلعب بالكونتر ريال مدريد ضد البارسا تلعب بالكونتر ريال مدريد. معناها احنا لازم نلعب بالكونتر. لا معناها الريال تلعب بالكونتر كابتن ريال. لا لا عاد الريال تلعب بالكونتر في بعض الاحيان تلعب بالكونتر. رازي هو المشكل توا المشكل سيكو احنا بالديسبوزيتيف هذايا معناها كان عندنا خلل على مستوى التمركز الدفاعي وعلى مستوى نعطيو بوكو ديسباس ونعطيو اهداف نهديو اهداف مش عار راهو باش نلعبوا الكونتر. والله مانيش فاهم بكر نسمع فيكم راهو مش عار بالعكس. هو الاوبجيكتيف فينال باش نمركز لازم يعني. تكون نقطه قوه نتاعك يعطيك الصحه تواني تو تحكي على ريال مدريد يا اخي فرنسا كيفاش هزت كوب دي موند خي ايطاليا حياتها كان ما تهز كوب دي موند ولورو والعالم كل بالكونتر مي مش عار راهو. اما اوني بور نكونوا زادا نخدموا شويه لي بالاريتي خاطر كان ان سيرتان مومون قوه من قواتنا لنقاط القوه نتاعنا بالاريتي اوفنسيف نحكي لك في الاتاك بلاسي تورينا اليوم في الاتاك بلاسي دوب ما تتقص الكره حتى دوب ما تتقص الكره نحاولوا كيفاش نلقاو معناها لي زارير لاتيرو اللي يطلعوا وفي البريمير ميتون شعلالي وفرجاني دوب ما تقص الكره كانت عندهم معناها الوحده الكونسيني باش يلعبوا ديريكت على مساكني وعلى الخنيسي معناها كانوا عندنا دي شيما قد ما وصلناش بيهم من بعد وصلنا بالاتاك بلاسي فما كونتر وفما اتاك رابيد نعرف احنا نعرف. احنا اوني بون في الاتاك رابيد بلوك تاعنا يكون سامحني خاك يلزمنا نكونوا باهين في لي ترانزيسيون وذاك علاش قلت لك لامبورتونس نتاع لي ميليو تيران كو سوسوا غايلان الشعلاني ولا الفرجاني ولا حتى السخيري البونتو اللي ماركيناه مثلا كونتر انجولا في الكاليتي نتاع في الفيرتيكاليتي في الباس الاولى في الترانزيسيون هذه هي قيمة الملاعبين اللي ميليو تيران كي يعطيك الباس هذيك تنجم تكون باهي في الترانزيسيون كي ما عندكش الملاعبي اللي يعطيك الباس هذيك هذا فاش نحكيو الملاعبي كيفاه لا ترانزيسيون ما بين الميليو وما بين كو سوسوا لاتاكون ولا ليلي لافون ديرنيير باس نقولوا احنا دونك احنا ماهوش عيب معناها كان هذه اللي باش يوصلنا شكون قال لك عيب انا؟ لا خاطرك انت دقت فيه وما يجيش وما يجيش ولا بوكونتر يا سي سيد وقاعد تقلل معناها من الكونتر يا صديقي العزيز العالم كامل يلعبكم الهدوء ثم الهدوء انا قلت يلزمنا ننوعوا من لاعبنا من المناورات ما تشدوش في كونتر واحد ما يمنيش في ايطاليا لا اليوم ما نجموا نلعبوا انا نتكلم على تونس اليوم ضد غانا لا اكثر ولا اقل غانا خير من لا اقل احنا توا رينا المباراة تونس ولو أنه أبيا قبل مباراة تونس كان عطى تصريح وقال تفرجت في تونس في الثلاث مباريات نتاعها وما فهمتش طريقة اللعب نتاعها حتى احنا ما فهمناش هو ما فهمش احنا ما فهمناش ما فهمش قال نعرف اللي فريق محترم وما يلزمناش معناها نستهينوا به لكن قال ما لقيتش معناها ما فهمتش شنو طريقة اللعب نتاع المنتخب التونسي ما لعبناش كيف لعبنا المقابلة الأولى بكشريدة في الوسط ورامي البدوي والثانية بدلنا والثانية لعبنا بالخنيسي والخزري ويسلو والثالثة عاودنا بدلنا لعبنا بالخزري ونعيم السليتي وصرار هكا ولا هو نظن قال ما فهمتش العقلية مش كيف مش عقلية نتاع حمومة كيفاش يخزروا لكرة القدم يقول لك اون برودوي لو جو احنا انا اورفيز لو جو بون طريقتنا اورفيز نعطي الكرة بعد ايش ناخذها بون فرنسا هذيك نجحت في الكوب دي مونت خاطر عندها لي مويان عندها مبابي عندها غريزمان تبقى معناها هما سورتو لي غانيان كله يقول لك اون برودوي لو جو شو القدام دو توت لي فاسون تفرج انا ورازي راهو ريتم با مشيت احنا ولا با بروفيتير اول ميتا كلهم في التقوي ديفونس اشاك فوا ناخذ الكره نلقاو احنا في الديجيمات تبقى يا اخي العزيز صادق راهو في كره القدم في كرة القدم لا تعتمد على أسلوب أو ان سول مويا اوفنسيف بلا كلمة بركة سامحني باش نرجع على اللي احنا عندنا لاكاليتي باش مثلا اليوم غانا بلوز وموا أعلى في التيران مي اون ايو لا بوسيسيون النومبر دو باس اللي عمله المنتخب التونسي اليوم أكثر من غانا النومبر دو باس اليوم عملنا أكثر من غانا دونك اون لا كاليتي تكنيك
باش نشدوا الكره وباش نعاودوا ردوبليو في لي باس. حتى في ناس تبتيك الكره احنا اكثر اليوم. فوالا. لا لا في كلمه تو هذا كله تكتيك واربعه وثلاثه. اليوم رينا ملاعبيه فما قليب غير عادي. فما قليب غير عادي راهو. رينا ملاعبيه عطاه اللي معناها واحد كيما الخنيسي سامحني ناكد عليه، الخنيسي اللي عمله فوق الميدان معناها استثنائي سي تيتانيسك معناها افور. ساعات وحده في وسط ثلاثة في وسط أربعة الملاعبين الكل براون كلهم ما تستثني حتى حز حتى معز حسان نحى برشا كر أعطاه برشا ثقة دونك اللي ريناه جلوبال ما يبشر ولكن ديما نبقاو عند حاجة وأنه راهو انتهينا من المقابلة هذه وداخلين في مقابلة أخرى يعيشكم الفرحة ما نحبوهاش ديما احنا ناقصة حاجة راسي حتى كي نفرحوا ديما ناقصة أنا لوجودي نشفي مع الأسف مع الفريق الوطني منذ سنوات من 2004 ديما نوصلوا من بعد دونك ماذا بينا يعود انتهى ماتش غانا والتحليل نتاعو انتهى غدوة مقابلة أخرى قريت حاجة والله حلوة ياسر توا تذكرتها قالوا ثلاثة مقابلات لان جيراس خبى أوراق الكل دونك اليوم هذاك علاش اكتشف معناها الأوراق الجديدة نتاع جيراس معناها تقول هذه كانت خطة معناها ولا خطة مبرمجة معناها ممنهجة كنا نتمناو أنا كنا نتمناو ماذا بينا كان يخبي في أوراقه ويظهرهم كان وقت الرسمي على كل حال باش نحكيو شوية على المباراة القادمة بين تونس ومدغشقر والآن كيفاش لازمنا نحضروا منتخبنا للمباراة هذيا اللي دور الربع النهائي لكن كان نجموا نمشي ونشوفوا الجماهير التونسية كيفاش حضرت روحها قبل المباراة في الإسماعيلية إذا كان موجود ولا معنيش ماذا هو نمشي مع الفيتير هذي بعد نرجو في وليداتنا وخد ربي يعملوا حاجه بها. بريمير تور نساوه توا فاز جديده وان شاء الله مربوحه ونوريو الوجه نتاع تونس الحقيقي ان شاء الله بخد ربي. يقول لي كلمه الربح راهي جاي كان على الربح واليوم يلزمنا نربحوا بحول الله باش نوروا لنا احنا راهو عندنا جوارات. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله نربحوا اليوم ماتش صعيب صحيح كيف اخويا غانا بلاك ستارز معروفين بالفيتيس نتاعهم بالفيزيك نتاعهم والغضمان القوي نتاعهم اما ان شاء الله نربحوهم عندنا جرينتا وعندنا رجال في التيران. نتمنوا باش نربحوا اليوم ونرفعوا علم بلادنا ناس الكل وكهو. كيب خويا نتهدى وان شاء الله مربوحه خويا لاباس احنا مودي ما هكاك نبداو بشويه وبعد اوب نعملوا سوربريز خويا بقدره ربي باش نفكها بلي مربوحه والمليح يبدا ربي. اول حاجه يا رب يكرم المنتخب التونسي النهارده ويعوض اخفاق المنتخب المصري. تونس ليها شعبيه كبيره في مصر وخاصه في الاسماعيليه يعني وبنتمنى ان شاء الله ربنا يكرم المنتخب التونسي ويتاهل ان شاء الله ويبقى خير ان شاء الله فتح خير على المنتخب التونسي باذن الله. جاي عشان خاطر تونس والفرجان اساسي طبعا وده حاجه انا اساسيه واحنا بنشهد من قبل فرجان ما يجي مصر ويا رب توفيق لتونس النهارده ان شاء الله شعبها باذن الله في البطوله ونتمنى انها توصل للنهائي باذن الله. مصري بس ان شاء الله تونس تكسب ومربوحه تونس ربحه تونس مربوحه ان شاء الله وإن شاء الله ما يبيت كان في تونس وإن شاء الله معنا كان شجعوا تونس على الخسارة على المكسب موجودين. البرنامج نتاع دور ربع النهائي نذكروا بالمباريات طبعا الاربعاء والخميس كهو احنا نلعبوا نهار الخميس في الليل نلعبوا نهار الخميس مع ثمانيه نتاع الليل صحيح في القاهره عندنا السنغال والبناء نيجيريا افريقيا الجنوبيه غدوه ماتش خمسه سنغال بناء ثمانيه نيجيريا افريقيا الجنوبيه بعد غدوه الكوت ديفوار تزاير ومدغشقر تونس مع ثمانية نتاع الليل من بعد قدامكم الوحدة اللي رابح خمسة اللي رابح شنو هذيك ثمانية تونس ثمانية اي و
هذا بالنسبة للمباريات نتاع دور الربع اللي هي تونس مدغشقر. ثمانية كابتن. تونس مدغشقر، ما قلت لك مرة أخرى تفرش في مدغشقر. فهمتني فريمون أنا زدت بريت شو مدغشقر كما قلت قبيلة كنت ملاحظة أنه مش يدخل الفار. مش يدخل الفار. خاطر ثم هدف سجلته غانا اليوم ما فهمناش علاش تم إلغاء خاطر الأربيتر كان حسب يظهر لمسة. وجاتنا ضربة جزاء. وإحنا عنا ضربة جزاء. كان ثم الفار ويكون ثم زوز ضربة جزاء. صحيح. ثبتوا فيه. ما كما قلت لك لوموند كتبت اليوم سي ليزلاند دو لاكان. باش يتميز هالفريق هذا. والله باش يتميز يتميز معناها شيء كبير ياسر أنا تبعت وقريت اللي ساعة عنده مدرب معناها كان في تونس بياخذوا حتى جمعية. 20 سنة يدرب في جمعية ويتيام نيفو. بعد ولا يدرب في شكون وقتها في نيكولا ديبوي هذا يدرب توا في فلوري 81 في الناسيونال. وفما حاجة اللي المدرب هذا وقصة كبيرة، المدرب هذا يدرب في مدغشقر وياخذ طيارة ويمشي يدرب في فلوري. عيطوا له في جانفي فلوري 81 باش يمنحهم ومنح. وقت اللي عيط له وقت اللي عيطوا له العائلة وكذا عيط له أحمد يفو دي لا فيريتي. بون بدا من الأول أوبسيرفاتور وبعد ولا أونترونور. عاد قالوا أحمد علاش ما نربحوش؟ قالوا خاطر ما تلعبوش لي ميور جوار وعطاه كارت بلانش وجاب 14 لاعبي خارج مدغشقر. تعرف مدغشقر 25 مليون أفقر بلد في العالم، معناها الدخل اليومي تاع العامل الواحد هو 2 أورو. تصور أنت، تصور اللي صار توا في مدغشقر كما قال هو أنا في بوجي 25 مليون باش باختصار قال لك لقيت ملاعبية تكنيسيا كي صفقر دي لابال فيف بيتي دو تاي، ولكن زدتهم لا ريغور، زدتهم الصلابة الدفاعية وخاصة الصلابة في وسط الميدان وهالبريسينج اللي ريناه احنا ضد نيجيريا وضد الدنيا كلها. كابتن قاعدين نعاودوا نعيشوا في ضربات الجزائر اللي ترشحنا به اليوم هذا اللي نحا فاروق يظل كانوا مخدومين مليح ضربة الجزاء من ناحية التيرير نتاعنا شاتو مليح شيء يعمل كيف وما لا ضربة الجزاء تنجم تتشد معناها اللي شاتوهم ولادنا الخمسة دي تيرور ديليت معناها لو بثقة كبيرة مش كل بثقة كبيرة وبلاسي معناها وين تفرج خاصة المدافعين البرون اللي ناها ومريح أساسي فرجاني متعود فنان فرجاني والاختيار متعود. انتيعه آخر واحد يكون زادة سيفوليو معناه عمره ما نعرفش لابدو كونفيانس هو ملكة في الكوب دي موند أنا ما نعرفش اللي ساسي فلت نهار معناه بيلانتي فهمتني لو تسمع في 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 ثواني وش يقول المدرب قال لك احنا ربحنا الكار احنا ربحنا الكار طوي اللي جاي كل سيلة لا أنا تفرجت معناه سيلة أسنع إذا كنت نكمل نجم نكمل به ولا نسيت ولا فهمتني قال احنا ربحنا الكان قال احنا ربحنا الكان هكا هو بالنسبه لي هو اول بوشيركا اللي يلقى روحه في الدور الروماني كان شويه كان كلمه مش مش الاربيتريات قاعدين يدزوا شويه مع مدغشقر لا والله يتفرج الكلمه باش نلخص سامحني قال ثم في ثاني قال انا ما لعبش ملعبيتي لعب كونتر ناتور هذيك قوه مدغشقر لا دي تكنيسيا لعبوا عطاهم كارت بلانش اتونسيون قال لك يلعبوا دي دوبلومون دي باسمون كذا امور احنا ماشيين شوف عليهم اتونسيون بور لا تونيزي داكوردو عندهم نقطه ضعف كبيره هي اللي بلاري مي اتونسيون انا تفرجت فيها ضد الكونغو يتفرجوا ضد مدغشقر تبعت تفرجت فيها ثم خاطر برشا يقولوا انه مدغشقر معناتها كلمه يتقال هذا انه قاعدين ماشيين معهم شويه للزربيت بما انه رئيس الكاف احمد مدغشقر هل ثم منها الحكايه ذي ولا راهو هو منتخب معناه منظم محترم عنده محترم محترم ورئيس رئيس وشاب وحضر في المقابله جاب طياره خاصه 480 واحد وجاء معناه يتفاعل مع الوحده احسن هدف لحد الان في كاس افريقيا بالنسبه لي انا مدغشقر البونتو الاولاني ضد الهدف الاول ضد الكونغو روعه معناها روعه تفرجت فريمون تعرف شنو الكره ما تقفش معناها ملاعبيه تكنيسيانات فريمون شيء يعمل كيف معناها ومع كونغو كانت نجم ما توصلش ضربات الجزاء دونك فريق واجب الاحترام نتاعو لانه ماك تعرف اليوم فرحنا برشا راهو خلينا نقولها للملاعبيه حتى ليله الفرحه راهم ما يسمحوكمش تخسروا ضد مدغشقر تخسر دومي ضد السنغال او تخسر فينال ضد الجزائر
اوكي نورمال ضد مدغشقر واحمد احمد برشا علينا برشا علينا شوفوا كيفاش كانت الاجواء خلينا نشوفوا كيفاش كانت الاجواء اليوم في تونس العاصمه ونرجع بلاتو خالد بن يعقوب بحول الله ان شاء الله الاولاد يعملوا كيما الجزائر ويلعبوا بجرينتا وان شاء الله نربحوا ان شاء الله ان شاء الله يربحوا يا رب بس يفرحونا باش تعمل تونس ان شاء الله مربوحه واحد بلاش البلاد هذه مستحقه فرحه تونس لازمها تفرح اليوم يعطيهم الصحه الاولاد جابوا ماتش تعبنا برشا فما برشا قرينت يعطيهم الصحه ان شاء الله نكملوا ان شاء الله يا ربي فينال ان شاء الله يا ربي تبقى نفس الفورمه مستوى كيف نبحث ما نبدلوهاش ما نبدلوهاش كوب عنا كوب عنا الحمد لله اليوم فرحه مستحقين الفرحه هذه والاولاد يعطيهم الصحه لعبوا بقرينتا وجابوا الطرح والحمد لله يا ربي وان شاء الله من الحمد لله احسن ان شاء الله بيحاول للفينال ان شاء الله صحيح غانا كيف كبيره برشا وهذه اول مره من 8 مواجهات تسمى نربحوها الحمد لله يا ربي الاولاد اليوم كما قال لونترينور مش نشوفوا وجه اخر الحمد لله شفنا وجه اخر في شو نقولوا في 60 دقيقه لعب غسره وتعدت ما شاء الله عليها هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله عليها هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله عليها هوب 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 عليها وتونس هوب عليها ليبيا نادي الشعب التونسي هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله عليها هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله عليها هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله عليها سنة كيفيه هوب هوب ما شاء الله هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله هوب 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 عليها وتونس هوب 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 عليها وتونس ما شاء الله Oh!
هوب هوب رجع منا هوب 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 عليها هوب 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 عليها هوب هوب ليه توا هوب هوب هي الميكس كان جديد ريت راسي هوب عليها ريت راسي من الشغلة اللي بينا الكرة هي الركيزة أو الوسائل الوسيلة الرئيسية لتغذية الانتماء يكذب عليك لا أحزاب لا حد شيء هي الراية ذيك والكرة كما قالوا اليوم في مدغشقر قالك ما كناش أون كوري با كون فا معناها فير بوجي لي مونتاني فير بوجي ان بوبل نفس الشيء معناها ريت تويسه ما تعطيش الفرحه ان شاء الله فرحه تدوم وراهم فما كان الكوره اللي تفرح الباقي دوزيام تون تو نشوفوه لان اكتشفت رازي قايد فرقه كبيره ياسر عندك موهبه كبيره ياسر يميت الفراش معناها يوفى على حد الرياضي عندك بلايص خريج لا والله يجاوب يعطيهم لا والله تبارك لا والله يجاوب شوف بفضل الكوره الناس الكل تضحك ومفرهده وشيخه رغم اللي تعبنا اكثر من الملاعبيه هاو حاضرين وقت الماتش تعبنا بفضل الكوره حتى شريط نص الليل يولي نص الليل ونص بفضل الكوره تنجم تولي نهار توا تخرج برا تقاشع على لانه فعلا ريت قداش لونيون ساكريم تاع الكوره تخلي الناس كل معناها تغذيه الانتماء الانتماء للوطن هما اسمع المواطن التونسي استنى برشا الفرحه هذه قالوها استنوا في استنينا برشا في الفرحه لكن الفرحه هذه يلزمها تتواصل ويلزمنا نربحوا مدغشقر مدغشقر ولا نتأهلوا والله ايكيب كملت الاولى في البول نتاعها الساعه ربحت نيجيريا 2-0 وابار تكنيكس عندهم اون فيفاسيتي يسون فيف يسون فيف ويقلقوا معناها لو سيل نتاعهم ولا فيفاسيتي هذيك عندهم تسديد من بعيد زاد ينفذوا مليح المخالفين احنا ان شاء الله نلعبوا سور لي مويا نتاعنا ان شاء الله نكونوا خير معناها نتحسنوا من ماتش لماتش بعد ماتش كما قلنا ماتش لو ماتش لو بلوز امبورطون سي لو ماتش دابري غانا سي توا اليوم دخل في التاريخ سي كلاسي اهم ماتش هو الماتش الجاي ما يلزمش الماتش يتلعب قبل ما نهار الخميس راهو يفوتر بري نهار الخميس 8 متاع الليل الجروب والملاعبيه والستاف تكنيك ما يدخلوش في سبيكولاسيون كما قال نسمعوا هاو السينيغال دومي فينال لا فما كاردو فينال توا بالمباراه بالمباراه فوالا من بعد نحكي توا تجي السينيغال ولا بوتيتر تصير سيربريز السينيغال تيح اليوم لوبجيكتيف فواتر بري لو جور جي ولا البنا فوالا فواتر بري لو جور جي نهار الخميس 8 فو فير تريز اتونسيون فوالا يفو بيان ريكوبيري زاد خاطر 120 دقيقه اليوم ولا وانو مره اخرى نقول لك ديما اون ريكوبير ميو في الربح دونك ان شاء الله نكونوا خير ونكونوا في ممكن احنا من المنتخبات اللي ما تعبوش برشا في المرحله الاولى نتاع خبينا وراخنا اليوم اليوم كنا حاضرين معناها بدنيا كنا حاضرين مع المنتخب الغاني رينا المنتخب الغاني فرجاني ساسي اللي مش حاضر عمل 120 دقيقه عمل 120 دقيقه وبعد ال 120 ضربه الجزاء اللي لزمها عصاب من حديد فرجاني كان حاضر صحيح سفيان كيفاش ترانا ضد مدغشقر فريق مدغشقر فريق محترم يلعب الكره السهله يلعب من غير كومبليكاسيون معناها باش يلعب كيما قال المدرب نتاعو مترشح ديجا انا عملت وصلت للقمه ربحت الكان ربحت الكان معناها باش يلعب من غير كومبلكس بيحاول باش يلعب كره هذا معناها حسب رايي الماتش مش سهل ما نستسهلوش الفريق ما نصعبوهوش برشا وما نسهلوش برشا ما نعملوش كيما نحترموا الفريق وقت الماتش اللي لعبناه ليكيب سبور ترافاي خسرنا معها وقتها 2-1 نحترموا الفريق وتعرف زاد حتى المنتخب التونسي معناها حسب رايي بالماتش اللي عداه اليوم وبالانتصار وبالفيكتوار معناها مورالمون معناها ثم طلع المورال نتاع المنتخب التونسي حسب رايي معناها زاد ما غير معناها ما نصعبوا الامور ان شاء الله قادر باش يفوز وباش يوصل نبدلوا من الملعب احنا مره اخرى مشيو القاهره تو مشيو القاهره ملعب سليم في القاهره تونس مدغشقر هاي دوك انت عاده تبعتها مدغشقر مدغشقر
عطينا شويه سيمي هكا شكون جوريت فما واحد كان يقول لك على اسمه توفى الحصه والله ما ثلاثه نتاع السباح قول لنا على اسمه هذاك اندريان ماتيسي نورو يلعب في العداله لا قصيت له اسمه على يلعب في العداله يلعب في السعوديه مي هما عندهم برشا ثمانيه لاعبين يلعبون بين دوري ثاني وثالث في فرنسا كما كان نحكيهم بكري المدرب جاب برشا لاعبين ينشطوا خارج معناها مدغشقر لا بلوبار يلعبوا في افريقيا زاد في جنوب افريقيا ابار لو فيت اللي هما معناها خلينا نقولوا فيف ورابيد وكل شيء مي بدنيا حاضرين معناها حاضرين بالقدي بالقدي وانفاتيغابل ويجريوا مع بعضهم تفرجت على دي سيكونس دو بريسينغ يعملوا فيهم في دقيقه 70 دقيقه 80 باقي طالعين باقي ينزلوا ينزلوا معناها اكات اسانك وذكيين برشا في الروبلي المدافع الايمن نتاعهم اللي هو براتيكمون اونتر بارونتيز جاو كي جاو هما الستار نتاعهم يلعب في امريكا ميتانير كان في فرنسا وفما متوسط ميدان زاد عندهم زوز متوسطين ميدان اللي هما ايزون ايتي لو في ليكيب تيب تاع كل جورني تاع كل ماتش معناها ماتش لول ماتش ثاني ماتش معناها في كل جورني عندهم واحد ولا اثنين في ليكيب تيب معناها عداو مباريات متميزه مع الكونغو تاو نقاط الضعف نتاعهم ريناها من الناس كل معناها في الكرات الهوائية كسواء ثابتة ولا متحركة عندهم مشكل كبير في المحور عندهم مشكل كبير في المركاج يسون تريلاش قعدهم بعد فريق ما عنده ما يخسر زادا ما نساوش معناها مدغشقر تاو كان ما خانتنيش الذاكرة معناها أودولا من 107 ولا 108 108 عالميا ما باش تلعب مع تونس هما زادا قليلنا حسابنا لينا احنا معناها نقطة القوة نتاعهم هو البيفو سنتينيل أداما با ذاك إبراهيم أبا الكرة كل الترانزيت عليه هو نوم جيناتاري بحذاه والآخر إلى رمات وبعد يلعبوا ديما أمادال يلعب في الجزائر يلعب في أم سي أ يلعب في موجود عنده جنسية جزائرية عنده جنسية جزائرية سان تري بونجور وحتى ذا ماتسينو رو عنده جنسية جزائرية لأنه لعب برشا زاد في الجزائر وبعد مشى العدالة مع سيريزا الجدي دونك هذا هو معناه يسون في يسون رابيد ماهمش طويل ما يمشيوش برشا للتوزيعات معناها كيما الفرق اللي لعبنا كونتر نتاع موريتانيا مثال تعدات برشا سور لي كوتي وزعت انغولا وزعت برشا كونتر اليوم زاد كيف كيف هما لي هما يلعبوا برشا بالو كي يحبوا يدخلوا يوصلوا بالكره واختيرين برشا في التسديد الحقيقه معناها مسافات متوسطه اختيرين برشا 25 30 متر ينزيد با معناها زو اظن نلعب واحد مدغشقر قالوا الكلام كل كا على مدغشقر يظن فريق هذا متفقين فيه عنده فنيات كبيره برشا خاصه في وسط الميدان وفي الهجوم عنده لاعبين فنيين اللي ينجموا ليمينيو جوار واثنين وثلاثه بكل سهوله تسديدات من بعيد ومسافات متوسطه نقطه ممكن نقطه ضعف نوعا ما في وسط الدفاع في وسط الدفاع كان معناتها تحس انه فماش انسجام كبير برشا في وسط الدفاع ان شاء الله نستغل النقطه هذه ممكن الاطار الفني السيونس هذوما ماهمش باش يكونوا سيونس نتاع تدريبات كبيره برشا خاصه باش تكون دي سيونس فيديو حتى نعرف المنافس هذا بكل دقه نقاط القوه نتاعه ونقاط الضعف مقابل ثلاثه نتاع تونس الاولانيين ممكن كنا على مستوى 30% 40% من المستوى نتاعنا اليوم ان شاء الله وصلنا 60 70% ان شاء الله ضد منتخب مدغشقر نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكونوا في نصف النهائي هي الملاحظه المدرب ابقى على الرباعي في الدفاع مع الحارس ما غير حتى حد شكون الحارس المباراه القادمه هذا ادريان شكون علي نحن يعني نحن علي نحن والله شو اقول لك فاروق بن مصطفى هكا قلت يعطيتي هذا رايي قبل غلط انا خاطر مش معقول شيء اللي عامله يلزم يعاقب ما هو عاقب يعاقب هو ليه هذا زيد يعاقب لا حسين خاطر هذاك انا كمدرب ما نقبلش ما نقبلش نقول اخرج يقول لي ليه يرفض الامر معني انت مامور كابتن ما ثم زيد لا ما فهميش ثم في تورنوا لا ما فهميش راسي شفت عادي هيلو ما هو الاخر ولي يعمل كيف ما هو الاخر ولي يعمل كيف والاخر ولي يعمل كيف وانت النفوذ نتاعك كنت فاهمنا فيه الاوتوريتي ديال الانترنت اكيد لو تلبس سماح خاطرينيه بعد ولا صفق على فريق ايه صفق اسمع بالنسبه لي انا مش يقولوا بي مش يقولوا خالد غالط كذا سعيد يا خويا انا اكيك انا عندي مبدا فما احترام المجموعه ما قلنا اليوم المجموعه وقلنا سوليدير وقلنا
قالك اخرج تخرج لو قطع نظر خالد على عيقاب فقد كل مره نبدل قطع نظر على عيقاب كان يرى منطق معناها مانيش انا فريق من مصر تلعبنيش خاطر مع قبل اخر تلعبني خاطرني انا نستاهل باش نلعب وانا نستاهل باش نلعب اولا دونك هنا فريق من مصر رجع مورا المرجع فريق من مصر وربي عاقبني على شنو والله ماني عارف كوره معناها على كوره وحيده شد ومعز عمل اكثر من ومعز عمل خطا اكبر دونك نقطه بربي كلمه على مدغاسكر وانهي لفيت سيربريز نتاعو عنصر مباشر تنحى لانه وقت اللي لعب ربح نيجيريا راهي نيجيريا لعبت الماتش الثالث ستة ملاعبية تيتولير ما لعبوش دونك ما نعطيوهاش حجم أكثر من كونه هاي ربحت نيجيريا اثنين بشيء ستة من التيتولير رتحهم باش لعبوا المقابلة نتاع الدورة الثامنة السادسة عشر دونك نعتبروا مدغاسكر اليوم كتاب مفتوح المقابلات الأولى الناس كل ما تعرفهاش ما نجمو نتفاجئوا معناها ما نجمو نتفاجئوا صحيح دونك إذا كان الآخرين قالوا تفاجئوا احنا توا لا ليبيا هذا العذر هذا راهو هذه أي كارتي شكون عادي كان يلعب فاروق بن مصطفى انت فاروق يرجع جو عادي هو عادي فاروق لكن على مستوى الكيليبر نتاع الفريق الوطني والكل ومستوى على مستوى الدفاع وانه المدافعين ممكن تلقاو راحتهم مع ممكن مازع حسان توا ثلاثه مقابلات لعب ثلاثه مقابلات فاروق منصور لعب مقابله واحده نتصور الصعيب ممكن تتلم الامور وممكن نحكيوا مع بعضنا يطلب اسماح موزع حسان خاطر انا ذولي مانيش ناقصين مشاكل برشا بالمنتخب باش نزيدوا نصنعوا مشكله من بون صار ممكن صحيح تتحل اليوم تتحل اليوم ان شاء الله يطلب اعتذار من اصحاب الكل خاطر هو عمل مشكله عبد الرحمن عبد الرحمن ناخذوه الان مباشره من مقر اقامه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم عبد الرحمن نسمع فيك رازي تحية ليك صحيح وصلنا متأخرين شوية لمقر إقامة المنتخب التونسي ثم جو خاص رازي مع تأهل المنتخب التونسي لملاقاة المنتخب الملغشي يوم الخميس المقبل الدور الربعنائي لكأس أمم أفريقيا عبد الرحمن شكون الكاميرا مين اللي معك يعطينا شوية الأجواء بوسعيدي يعطينا مال شوية الأجواء في الأوتيل يدور شوية الكاميرا إذا كان ينزل إذا كان ينزل إذا كان ينزل أجواء خاصة معناها أي خلنا نعيشوا معكم الأجواء الخاصة مش متعيشوا حالكم أي هاي ترى وين الأجواء الخاصة هاي هاي هنشوفوا شوية به أكيد هذه الأجواء الاحتفالية الخاصة بتأهل منتخب هوني الوطني التونسي لكرة القدم وخاصة مباراة إزاحة المنتخب الغاني من أبرز المنتخبات على المستوى الأفريقي معايا أنيس البوسي أكيد أنيس مباراة اليوم كنا قرب نتأهل في الوقت القانوني هدف خلى المنتخب التونسي يمشي إلى ركلة الترجيح ونجم نقوله المنتخب التونسي ثم مجازفة بعد قبول هدف في اللحظات الأخيرة نعرف مليح المقابله متوفة كان في الدقيقه 96 95 تعرف مليح اللي توات كونسنتري حتى الاخر مالوروزمون قبلنا هدف في السيكتور اللي تعبنا فيه المنتخب الغاني اللي هو كرات الطويله العاليه غير هذاك ما قلقناش برشا المنتخب الغاني عملنا مقابله كبيره سورتو لي بلان يعني فيزيك مونتال كانت مقابله صعيبه قدام ادفيرساري لا بوكو دو كاليتي في الوسط والقدام الحمد لله يا ربي شوف بعد الهدف التعادل شوف رجعت البرشا ورجعت حتى انا رجعت للذهن مقابله غانا اللي خسرناها 2-1 دونك كنا قرب حاضر فيها بالطبيعه كنا قرب برشا من الفيكتوار ترزن برشا من بعد المقابله ترزن برشا وتصعب برشا وسور البلو مونتال الاولاد الكل كانوا حاسين برشا وسورتو ما لاشاوش قعدوا للاخر امنوا اللي الفيكتوار تنجم تجي بهدف لصفر تنجم تجي عن طريق ضربات جزاء ليتا ديسبري كان حاضر الحمد لله يا ربي سيتي با فاسيل ديليفرونس توتال تعرف مليح الهدف انيس نتاع رامي البديو ضد مرماه خوف برشا شويه المنتخب تصير في كره القدم تصير تعرف ما فماش اغلاط ما فماش اهداف بالطبيعه تخوف لا ما خافش في يلعب كره واحد ما يلزموش يخاف لكن تقلق لانه قدام ايكيبا حاول باش ترجع في الريزولتا ورجعت ويكيبا حاول باش تحافظ على الريزولتا وما حافظتش دونك من بعد تولي سور البلو مونتال سابيز الحمد لله ربي
قعدنا واقفين مليح، قعدنا نستناو في الشانس نتاعنا، تنجم تكون في الاخر، تنجم تكون، وجاتنا دوز اوكازيون كيما المنتخب الغاني، وفقنا ربي الحمد لله. شوفوا مليح اللي جوار كل حتى اللي كانوا على البنك هما عبد الرحمن تسمع فيا كيما فاروق جابوا الفيكتوار الحمد لله يا ربي. اسمع فيك رازي، حبيت نسال انيس على القرار نتاع تغيير الحارس معناها فاروق بن مصطفى دخوله مكان معاذ حسين، وشنو موقف الإطار الفني من تصرف معاذ حسين، خاصة معناها موقف الإطار الفني من التصرف تاع معاذ حسين، وهل ربما هذا باش يأثر على معناها أنه مش يكون هو ربما حارس أساسي في المباراة القادمة ولا لا؟ صحيح بالنسبة للمعز حسين معناها التغيير متاعه أكيد ما كانش راضي هو، أكيد هذا يأثر على الانتقراسيون والجو في المجموعة. سلم على رازي والولاد الكل في البلاتو. شوف كل واحد يحب يلعب سورتو في الدموم مكاي، يحب يساهم في الترشح ويساهم في كما قلوا احنا في قصة وقتنا نجيب شكلم في في الرسمي نحاولوا كان نجموش نعاودوا نعاودوا نرجعوا الى امر يا كابتن علي تحب تكبرها يا ابتن انا مديتيه والله مش كبرها ولا لا شو انا كتبت يا جور شو الناس مش تلوم عليا ولكن انا هكا مبدا عندي مبدا رفض الامر انا مديتير خويا كي تو مع منصر عادي جدا يسيب كرة قدم، هو ما حب يقعد على الميدان الا لشيء واحد اللي يحاول يرشحنا، هو يرشحنا معز بن شريفي. لازم تشوف شنو هو يعني يبكي بالدموع من بعد يعانق في فاروق، يعني حاجه اكسبسيونيل الحمد لله يا ربي. اليوم ربحنا بالحق، ربحنا ان اكيب جون، تو عندنا 3 جور وعندنا ماتش اخر، لازم نعاولوا نرجعوا الفريشير نتاعنا، نحاولوا نتخلصوا من التعب نتاعنا. اليوم عملنا 120 دقيقة، عندنا مقابل لازم نخمو فيها. فيكتوار ميريتي الحمد لله يا ربي، نهديه للشعب التونسي كامله. مهما كان متغش علينا شويه، حتى احنا كنا متغشين على الروندمون، لكن باهي وقت اللي يتغش عليك يعني يتغش عليك انسان وتحاول ترضيه بعد، وان شاء الله اليوم رجعنا الثقه في الشعب التونسي اللي بالحق في امس الحاجه للانتصارات. شكرا لك عبد الرحمن. رازي كنت تسمع فيا معايا كذلك نعيمة سليتي. بسرعه عبد الرحمن، باهي بسرعه. نعيمة سليتي معنا. تفضل معك عبد الرحمن. Ben, Naïm, une belle victoire. L'équipe tunisienne a bien commencé. On peut dire qu'elle a bien débuté sa CAN maintenant après le premier tour. Alhamdoulilah, bien sûr. On a tous le sourire. Mais surtout, il ne faut pas s'enflammer. Nahna, l'objectif, comme je disais après les poules, ce n'est pas d'aller en quart de finale. Nous, on veut aller en demi-finale minimum et voir aller au bout, Inch'Allah. Maintenant, c'est sûr que face au Ghana, il fallait faire un gros match. Je pense qu'on a fait un gros match, mais il faut apprendre aussi de nos erreurs. On gagnait 1-0, on ne doit pas se faire revenir dans les dernières minutes comme ça. Il faut être plus malin, mais alhamdoulilah, la victoire est au bout et on vous a redonné le sourire. Hein. Merci bien. Aoudalik, Razi, Abdelrahman, un petit message à ma famille au CRIB, à mes parents qui doivent être fiers de nous, alhamdoulilah. Et à ma famille qui est à Djerba aussi. Donc voilà, un grand salam. Et à tous les Tunisiens, Inch'Allah, on va leur donner encore plus de sourires bientôt, Inch'Allah. Razi, tu m'entends? Je t'entends, Abdelrahman. Razi, tu m'entends? Razi, tu m'entends? Hamdi Al-Qasraoui. Hey, Messieurs, n'écoutez-vous. حمدي أكيد اسمع في البلاتو قالوا ميسي حمدي على كل أول سؤال حمدي معناها معاذ حسين خاف 90 دقيقة حب يقعد ضربات الجزاء عوضته معناها معاذ معناها تعرفني بفاروق بن مصطفى حسيناها معناها حب يقعد في ضربات الجزاء وهكا الرياكسيون تاع لاعب معناها حب معناها يكون حاضر في الركلة الترجيح. سي اخبار كل شيء تحيه الرازي والاخوين الموجودين مع ان شاء الله مبروك علينا سي الربح هذا مبروك على التوانسه الكل نعرفوا المستحقين مومون دو جوا كما اللي عشناه اليوم ان شاء الله مبروك علينا. بالنسبه للشانجمون شفنا اللي الكره سافافيت في الكره اليوم زوز حراس اللي صارت لهم انتقادات في الدور الاول هما اليوم ليزوم دو ماتش شفنا معز حسن في المقابله 90 كامل 120 دقيقه عدى طرح كبير برشا نحى برشا كور فاروق هبط كان هم دو ماتش نتاع البيلانتيات سي فري كو سيتي اون ديسيزيون صعيبه لكن تعرف اللي الفريق الغاني سجل في الخمسه دقائق الاخرانيين خذا علينا ان اسوندون سيكولوجيك دونك يلزم نكونتريو الاسوندون هذاك
فاروق اللي شونجمون ينجم يبعث لهم شويه اوراقهم خاطر فاروق في 1.96 وشفنا من الكره الاولى اللي مسها فاروق دخل فيهم الشك جوالات غانا. بون سيت اون ديسيزيون والتوفيق من عند ربي في البيلانتيات، لكن واحد الحمد لله اجتهدنا وربي جابنا في السواب. سوليداريتي كبيره رياكسيون تاع معز تاع معناها حب معناها حب يقعد في الميدان وحب هو يساهم في تاع المنتخب. بيان سور بيان سور هذه ناخذوها من الجانب الايجابي، حب انه يقعد وحب يكمل على الماتش اللي عمله كل شيء. لكن بعد المقابله كي تشوف الفرحه في الفيستير وفي الصف نستناو في لي بينالتي تشوف سوليداريتي كبيره. تحيه كبيره برشا اخرى للحارس اللي ما حكيناش عليه اللي هو معز بن شريفيه اليوم بالحق. ايماج تقعد لي في مخي سيفريك بار لي دو غارديان اللي كانوا كبار في الروندمون تاعهم، اليوم معز بن شريفيه بالدموع يعنق في فاروق، معناها ايماج قعدت لي في مخي تشوف اللي كات غارديان حتى دحمان هبط. سوليداريتي كبيره وشفنا اللي الكره يلزم تقعد رزين وسيفري يصيروا اخطاء اليوم، الاخطاء اللي صاروا قعدوا ورانا اكبر حراس في العالم يغلطوهم الغلطه هذيا. ليسونسييل الواحد يقعد في ديل المسيره نتاعو يخدم، حضرنا معناها بسيكولوجيكمون الجوله نتاعنا بالكدا سيتي با ايفيدون بعد الغلط الزوز والشك اللي نجم تقول دخل والانتقادات الكبيره في اللي صارت لنا، لكن الحمد لله وفقنا ربي قعدنا. شكرا لك عبد الرحمن. سوليدير ومخنا فوقنا والله ولي التوفيق معناها الحمد لله يا ربي. هذا سوني كان ديبي، نحب نقول حاجه مدغشقر بعد نهارين مازالت مقابله صعيبه في باسون فلامي يلزمنا سقينا على القاع، وهذا الديسكور اللي صار بعد الماتش. ومبروك على التوانسه الكل وتحيه تونس. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك الصحه عبد الرحمن. شكرا. طبعا كان هذا ربط مباشر مع الطرف الفني، تعرفوا اخرنا شويه الاخبار واخرنا كل شيء. يعطيكم الصحه. عندكم تقول جاور في كلمه بسرعه؟ لا في كلمه، انه على القضيه نتاع معز حسان وكل ممكن انه ديسيزيون كانت في لحظتها، هذاك علاش تفاجئ معز حسان من التغيير. نورمالمون شو كي من هيك يكون حاضر من قبل. هذاك علاش اللي صار. يعطيكم الصحة، شكرا لكم. يعطيكم الصحة، مبروك لتونس، إن شاء الله نتلاقاو مباراة تونس مدغشقر نهار الخميس. وعلى خير.